بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. الحقيقة وكالعادة حلقة إن شاء الله تعجب حضراتكم لأنها ستكون حلقة استثنائية. ضيوف الفقرة الأولى فيها ثلاثة من نجوم فريق كرة اليد بطل إفريقيا للمرة السادسة في تاريخ النادي الأهلي، الكباتن كابتن محمد مجدي وكابتن محمد إبراهيم وكابتن محمود عبد العزيز جده. هنحتفل معاهم بفوز النادي الأهلي بهذه البطولة الإفريقية اللي بقالها فترة بعيد عن النادي الأهلي، ولكن استطاع نجوم النادي الأهلي بوعي وإدارة رائعة وجماهيرية أو الجماهير بتساند وتدعم بشكل كبير جدا، استطاع نجوم النادي الأهلي ومديرهم الفني وجهازهم الفني أن يعودوا بالكاس أو بكاس إفريقيا من الكونغو. والنهاردة هنحتفل بيهم احتفال بسيط، ولكن يجب أن نحتفل بهؤلاء النجوم وهؤلاء اللاعبين اللي يستحقوا كل تقدير. تعبوا جدا 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 في الكونغو، ولكن هم عارفين أن وراهم 70-80 مليون أهلاوي ينتظروا هذه البطولة. في الفقرة الثانية هنتكلم في كل تفاصيل كرة القدم مع واحد من نجوم الكبار في النادي الأهلي، كابتن أمير عبد الحميد نجم مصر والنادي الأهلي السابق وحارس مرمى النادي الأهلي السابق. خلوني أبدأ النهاردة بالحلقة بخبر، خبر ومهم جدا. الحمد لله على السلامة يا كابتن خطيب. يعني دايما كلنا نعرف كل جمهور النادي الاهلي بيحب هذا النجم الكبير وهذا الاسطوره العظيمه الحقيقه كابتن محمود الخطيب. انا واحد من الناس اللي بقالي فتره طويله جدا مش عارف اتواصل مع الكابتن، يمكن من خلال الواتساب ولا حاجه بنطمن عنه ومش عايزين نثقل عليه خلال الفتره السابقه. فالنهارده لما شفناه موجود وموجود في مدينه نصر وقاعد مع كابتن وليد سليمان ومع كابتن حسام غالي ومع الصوره اللي امام حضراتكم وكابتن بدر رجب وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح، كابتن محسن صالح طبعا رئيس لجنه التخطيط وكابتن زكريا ناصف عضو لجنه التخطيط، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين، وكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين. الحقيقه الواحد اتبسط، انا شخصيا اتبسطت. كنت بسمع كابتن اسامه حسني من شويه وكان بيحكي لحضراتكم تفاصيل الحاجه او الموضوع اللي حوالين الكابتن، حوالين رقبة الكابتن محمود الخطيب، وشرح لحضراتكم هو ليه الدكتور خلى الكابتن محمود يبقى حاطط الحاجة اللي حاططها دي حوالين رقبته، علشان بس إن شاء الله إن شاء الله نطمن عليه ونطمن عليه بسرعة جدا جدا. إن شاء الله كابتن محمود يكون متواجد بكرة في النادي، أعتقد بكرة في اجتماع مجلس إدارة سوف يتم الإعلان عنه في وقتها. ولكن كلنا ببساطنا كأهلوية بعيدا بقى عن رئيس النادي وبعيدا عن الاجتماعات وبعيدا عن كل هذه الأمور، كلنا انبسطنا بوجود هذا النجم الكبير الحقيقه والاسطوره الكبيره كابتن محمود الخطيب، اللي بنقول له الحمد لله على سلامتك يا كابتن خطيب، كنا مفتقدينك ومفتقدين قعدتك في وسطنا وفي وسط يعني كل اجتماعات الحقيقه اللي موجوده. كان بيقوم بهذا الدور الحقيقه خلال الفتره السابقه للوزير العمري فاروق الحقيقه نائب رئيس النادي الاهلي، اللي كان قايم بهذا الدور مع الاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق وكل اعضاء المجلس. يعني انا مش عايز انسى حد، ولكن كلهم الحقيقه كانوا قايمين بدورهم، ولكن وجود الكابتن محمود الخطيب كبير البيت وكبير العائله اعتقد بيبقى له وقع خاص في نفوس كل الاهلاويه. فالحمد لله على سلامتك يا كابتن خطيب، سعداء جدا 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 بوجود كابتن محمود، ورجعت لبيتك ورجعت لجمهورك ورجعت لمحبيك لمحبيك ورجعت لكل حاجة حلوة مستنياك، وكل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر هذه الصورة. الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله دايما تفضل في وسط إخواتك وولادك وكل الناس اللي بتحبك. كابتن محمود الخطيب في تفاصيل اجتماعه مع قيادات قطاع الناشئين، وطبعا كابتن محمود هو المشرف العام على كرة القدم، عقد ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر اجتماعا مع كل من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، كابتن بدر رجب مدير فني القطاع، وذلك في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، رئيسها كابتن محسن وعضوها عضو كابتن زكريا ناصف. وشهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية ومتابعة خطة العمل القادمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب. اطمأن كابتن محمود على فريق أو على فرق الناشئين بالكامل الحقيقة ومشاركتها في المسابقات المختلفة، فضلا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول. وجاء اجتماع رئيس النادي اليوم عقب عودته
من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض مقرات النادي المختلفة. وقبل البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به وفقا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدا عن أي ضغوط أخرى. وزي ما قلت لحضراتكم سعداء جدا بوجود كابتن محمود. ودايما لما كابتن خطيب بيجي بنلاقي سبحان الله بتجد وريني الصورة لما بنشوف الصورة دي والله بجد يمكن قلناها كذا مرة، لا يمكن الصورة اللي حضراتكم هتشوفوها دلوقتي دي يمكن قلناها كتير جدا الموضوع ده قبل كده، ومش أنا لوحدي، كثير من محبي النادي الأهلي بصوا طبعا على صورة الكابتن خطيب وكابتن محسن وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت بصوا صورة الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق اللي موجودة ورا. يمكن أكون علقت على الموضوع ده مرة واتنين وهعلق عليها كل ما أشوفها، لأنه اللي في الخلفية ده واحد من الأساطير والعظماء في تاريخ النادي الأهلي كرئيس وكنائب وككل حاجة الحقيقة. كابتن حسن الصورة دي تحديدا ما تشوفهاش غير في النادي الأهلي. الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي في مجلس أو في غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي في مدينة نصر، وقاعة اجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي في الجزيرة اسمها قاعة الكابتن صالح سليم. هي صورة بالمناسبة، ولكن هي بتلخص جزء من مبادئ النادي الأهلي. قد إيه النادي الأهلي بيحترم رموزه وبيقدرهم، سواء اللي موجودين وسطنا أو اللي رحلوا وسابوا تاريخ كبير وعظيم وراهم، وسواء كانوا في المنصب أو خارج المنصب. ولكن في النهاية زي ما حضراتكم شايفين كده حب النادي الأهلي هو اللي بيجمعهم، هو بيجمعنا كلنا الحقيقة. فكل ما هشوف الصورة دي هعلق عليها وأقول ده جزء بسيط، جزء بسيط جدا من تاريخ النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي في التعامل وتكريم النادي الأهلي لرموزه. فحمد لله على سلامتك يا كابتن خطيب، كنا لازم نعلق على هذه الصورة. خبر تاني أيضا مهم، كابتن خالد بيبو بيتفقد ملاعب كأس العالم للأندية مع وفد الفيفا. كابتن خالد بيبو زي ما حضراتكم شايفين مدير الكرة مع وفد فيفا بالسعودية بيتفقد ملاعب مباريات كأس العالم للأندية وملاعب التدريب، وكان طبعا بصحبته الخبير الحقيقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي. الأهلي سيواجه في ربع نهائي كأس العالم الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة 15 ديسمبر القادم. كابتن خالد بيطمن على كل الأمور وكل ما يخص الملاعب الخاصة بتدريبات الفريق بالمباريات. الحقيقة البنية التحتية اللي موجودة في السعودية بنية تحتية رائعة جدا. الكلام ده أنا كنت بقوله من زمان جدا لأن أنا لعبت شوية في السعودية، فالكلام ده الواحد كان بيقوله من زمان جدا وبيقوله إن السعودية بالفعل عندها بنية تحتية قوية جدا. ومن ساعة ما أصبح هناك تفكير في وأصبح الخيال واقع تنظيم لكأس العالم في 2034، أعتقد الأمور هتختلف تماما كمان من دلوقتي عن الفترة القادمة. وبالتالي كابتن خالد بيبو كان بيطمن على كل هذه الأمور، وأعتقد هيرجع بكرة إن شاء الله إلى القاهرة. هنروح لموضوع تاني، نادي الأهلي راحة سلبية. إحنا تركيزنا كامل هيكون مع منتخبنا الوطني. النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين واخد 5 أيام راحة سلبية، يمكن الوحيد اللي مش واخد راحة سلبية هو مودست، محتاج ان هو يتمرن زي ما حضراتكم عارفين. اتكلمت امبارح مع ضيوفي وقلت ان لازم نشوف ليه جمهور اصبح ما عندوش شغف لفرجة على مباريات المنتخب في المدرجات. ما اعرفش، حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. انا اول ما بشوف علم مصر او نادي الاهلي الموضوع بيبقى مختلف بالنسبه لي، ببقى قاعد ومتسمر وعايز اتفرج، سواء ناشئين او منتخب اولمبي او شباب او حتى طبعا المنتخب الاول. وبالتالي النهارده قريت خبر اسعدني جدا 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 جدا، نفاذ التذاكر المخصصه للجمهور المصري لمباراه الجزائر. مباراه الجزائر هي المباراه الثانيه، اكيد جماهيريتها اكبر. لما مصر تلعب الجزائر جماهيريتها اكبر من مصر تلعب زامبيا، ولكن
اعتقد ان وجود محمد صلاح والنني ومرموش وتريزيجيه وكل نجوم منتخبنا الوطني، كمان منتخب مصر لما تيجي تتفرج عليه بيلاعب منتخب زامبيا، كل هؤلاء النجوم الناس عايزه تتفرج عليهم. عشان كده جمهور مصر اتمنى يكون مقفل المدرجات ان شاء الله في مباراه زامبيا بعد بكره اللي احنا هنلعبها وديا. بنستعد طبعا لكأس الأمم الإفريقية، وبقالنا كتير الحقيقة ما كسبناش هذه البطولة، يمكن من 13 سنة لو حضراتكم تفتكروا 6 و8 و10 كانت آخر بطولة سنة 2010 استطاع المنتخب المصري أن يفوز بهذه البطولة. وصلنا مرتين للنهائي في 2017 مع هيكتور كوبر و2021 مع كارلوس كيروش، ولكن خسرنا بسيناريوهات زي ما حضراتكم عارفين هي سيناريوهات صعبة جدا. مرة كنا تقدمنا على الكاميرون ونخسر في الآخر، والمرة التانية نخسر من السنغال بضربات الترجيح للسنغال اللي كانت طلعنا في كل حاجة يعني. وإن شاء الله التالتة تبتة وأنا أستطيع أن أفوز بهذه البطولة إن شاء الله، ربنا يكرمنا ونصل بمنتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ونكسب الكاس ونرجع ونبقى مبسوطين، ويبقى هذا الجيل محتاج وجهة نظري، محتاج بطولة زي بطولة الأمم الإفريقية، محتاج يلعب في كأس العالم. لعبنا في كأس العالم في هذا الجيل في 2018، إن شاء الله ربنا يكرمنا في كأس العالم القادمة وهذا الجيل من اللاعبين مع هذا المدرب الكبير. في بعض الأوقات بننتقد أداء هذا المدرب، الأداء الإداري خارج الملعب الحقيقة اللي كان فيه قصور شديد جدا، ولكن روي فيتوريا واحد من المديرين الفنيين اللي أنا بشوفهم على أعلى مستوى. ربنا يكرمنا نلعب بعد بكرة مع زامبيا على ملعب هزاع بن زايد، والحقيقة أنا بشوف أنه هو احتكاك جيد، وكمان قبل المباراة هتكون صعبة جدا 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 أمام المنتخب الجزائري أنك ترجع تكسب تاني بعد الخسارة الودية أمام تونس في المباراة السابقة. مهم أيضا لكل هؤلاء اللاعبين ومهم من الناحية المعنوية، وأنك تلعب الجزائر وأنت كسبان وعامل مباراة جيدة قدام زامبيا، أعتقد هيكون ده حافز جيد جدا لمواصلة النتائج الإيجابية. المنتخب بيؤدي بشكل جيد منذ تولي روي فيتوريا باستثناء مباراة تونس الحقيقة اللي كان لها ظروف خاصة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز على زامبيا ونستطيع أن نفوز على المنتخب الجزائري. قبل ما نروح للتقرير عن استعدادات منتخب مصر ومواجهة زامبيا وتاريخ مواجهات المنتخبين، الحقيقة أنا برضو على الجانب الآخر أنا عايز أشيد باللي عاملاه الشركة المتحدة مع المنتخبات الوطنية وخصوصا منتخب مصر الأول الحقيقة، والحملة الرائعة اللي معمولة عشان دعم المنتخب الوطني في كل المباريات خلال المرحلة القادمة. محتاجين نعمل كده، ومحتاجين نعمل الحالة دي زي ما قلت لحضراتكم. احنا بقالنا كام يوم بنتكلم عن موضوع عدم الشغف اللي موجود في من المنتخبات أو من الجمهور وهو رايح يتفرج على المنتخب. إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يحصل ويعود الجمهور مرة أخرى لل مدرجات وهو بيتفرج على المنتخب، ودي لازم حاجة أحيي فيها أو عليها الشركة المتحدة الحقيقة اللي بتقوم بدور كبير جدا جدا في التنظيم والشكل الرائع اللي حضراتكم شايفينه. وقبل ما أتكلم برضو على أو خلينا الأول أروح أشوف التقرير، لأنه بعد التقرير أنا عايز أتكلم عن جمهور الأهلي في قطر. جمهور الأهلي في قطر امبارح عمل ملحمة كبيرة جدا جدا جدا، وهيعمل ملحمة كبيرة جدا جدا يوم الأربعاء، وإن شاء الله إن شاء الله لو ربنا كرمنا أمام فرقة سلة المغربية في السلة إن شاء الله في يوم الخميس هتجدوا الملحمة الكبيرة جدا جدا جدا. نروح بس نشوف التقرير على منتخبنا الوطني ونرجع نكمل بعد كده. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عايز اتكلم عن جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لما اجي اتكلم عنه مش عايز اصنفه، مش عايز اقول اللي في قطر، مش عايز اقول اللي في السعوديه، مش عايز اقول، لا، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي في العالم كله. النادي الاهلي يمكن من الانديه القليله جدا اللي عندها جمهور في العالم كله. لما رحنا اليابان 2005 و2006 كنا بنشوف جمهور بيساند النادي. هتقول لي 3 4 يا سيدي 4 5 مفيش قصه يعني، ولكن في النهايه اقصد ان جمهور الاهلي موجود في كل مكان، موجود في العالم كله. امبارح مباراة الأهلي والاتحاد، أو أول امبارح كانت مباراة الأهلي والاتحاد، وزي ما حضراتكم عارفين مباريات الأهلي والاتحاد في مصر في الدوري بتبقى مباريات صعبة جدا 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 على النادي الأهلي وعلى نادي الاتحاد. هي مباراة كلاسيكو في السلة، السلة معروف إن أنت لما الأهلي والاتحاد رقم واحد واثنين في السلة. فالمباراة دي كانت في قطر امبارح في البطولة العربية أو الأول امبارح،
والاهلي استطاع ان يفوز على نادي الاتحاد السكندري 82-77. هذا الاداء الرائع اللي عمله اللاعبين لا يمكن اغفاله، ولكن السبب الرئيسي في هذا الاداء الرائع هو جمهور الاهلي اللي موجود في قطر، هو جمهور الاهلي اللي كان واقف في ظهر لعيبته، هو جمهور الاهلي اللي فضل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. وبالمناسبه عندنا مباراه يوم الاربعاء القادم في نصف نهائي البطوله العربيه امام سلا المغربي. لما جيت اعمل سيرش على فريق سلا المغربي، واحد من اقوى واهم الفرق في المغرب وفي افريقيا. خلي بال حضراتكم، ماتش مش سهل، ماتش صعب جدا 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 يوم الاربعاء. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي اللي انا بحييه على الهواء مباشره، واحنا حييناه امبارح الحقيقه، ولكن والنهارده ايضا بنحييه وبكره هنحييه، لانه جمهور النادي الاهلي هو السبب الرئيسي فيما وصل اليه النادي الاهلي في اي مكان وفي كل مكان. في قطر ماشي، في السعوديه ماشي، في الامارات ماشي، في كل مكان تجد جمهور النادي الاهلي هو الاساس. فانا بشكر القائمين على المجموعة اللي مسكت النادي الأهلي أو اللي شجعت النادي الأهلي في مباراته أول أمس. هذا هو الجمهور الحقيقي للنادي الأهلي، هذا هو الجمهور اللي بتبقى فخور وانت تتكلم عنه، هذا هو الجمهور اللي وانت بتتكلم شعر إيدك بيبقى واقف كده من كتر حلاوته ومن كتر تشجيعه ومن كتر وجوده في ظهرك ومساندتك ودعمك. هذا هو الفارق الكبير دائما ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر. جمهور النادي الاهلي قطر هتلاقيه، سعوديه هتلاقيه، في اي مكان في العالم ستجد دائما جمهور النادي الاهلي تستحقه ان احنا نرفع لحضراتكم القبعه. وان شاء الله يوم الاربعاء نتبسط ونفرح معاكم، وان شاء الله الخميس بقى ان شاء الله ان شاء الله لو لينا نصيب نتبسط ونفرح اكتر واكتر يوم الخميس في نهائي البطوله العربيه. وصلنا لفقرتنا الاولى، فقره حائط صد. مضطر والله العظيم، انا كنتش ناوي افتح الموضوع ده، ولكن مضطر ان انا اتكلم مره تانية عن التحكيم. امبارح كان في حوارين الحقيقه، والحوارين كانوا في وقت واحد، تحس ان هم طالعين لبعض. واحد لفيتور بريرا كان مع الاعلامي كريم رمزي على القناه الاولى، وعامل كريم عمل حاله رائعه الحقيقه في القناه الاولى، وايضا عمل حوار رائع مع بريرا، وحوار تاني في نفس الوقت مع كابتن جمال الغندور مع الاعلامي سيف زاهر في قناه اون سبورت، وسيف برضه عمل حوار رائع الحقيقه. هبدا بحوار كابتن جمال. على فكره انا واحد من اكتر الناس، يعني انا اشتغلت مع كابتن جمال وكان ليا الشرف في اول ظهور اعلامي ليا سنه 2012 او 2013 مع هذا النجم الكبير كابتن جمال الغندور اللي انا بحبه جدا 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 وبعزه جدا جدا وبقدره جدا. وهو من الحكام القليلين اللي وصلوا للنجوميه واللي وصلوا انت تتكلم على حكم نجم، حكم في كل بطولات العالم تقريبا يعني، حتى بطوله اوروبا. ولكن كابتن جمال وهو بيتكلم امبارح كان في كلامه نوع من الحده، وبعدين قال كلمات أو نقاط ما ينفعش تتفوت. أولا فكرة أن فترة كابتن عصام عبد الفتاح أحسن من فترة بريرا، هي فين فترة بريرا أصلا يا كابتن جمال؟ ده أنت اللي علمتنا كلام ده، دول 3 أسابيع يا جماعة. على فكرة أنا لست من المساندين لبريرا، أنا من المساندين للخبير الأجنبي في هذا المكان. لما يبقى عنده أخطاء في هذا البرنامج أول واحد بيطلع ينتقد هذا البرنامج. ولكن معلش يا كابتن جمال، أنا شخصيا اتعلمت من حضرتك أن أنا لازم أصبر، وعلى التحكيم تحديدا قعدت مع كابتن جمال كتير، لأن أنا كنت ببقى في الاستوديو التحليلي وكابتن جمال الغندور، كنت في قناة القاهرة والناس ساعتها، كابتن جمال الغندور كان بيبقى هو الخبير التحكيمي في الفقرة بتاعة التحليل، فكنت بقعد معاه وقت طويل جدا. فيقول لي دايما، كان يقول لي كده، يقول لي اسلام الحكام لازم نصبر عليهم 10 ودوري كامل كمان، كان بيقول لي كده كابتن جمال. فما ينفع، انا وجهه نظري يا كابتن جمال، طبعا كابتن جمال له مطلق الحريه يقول اللي هو عايزه ويتكلم زي ما هو عايز، ولكن انا بقول يعني وجهه نظري في هذا الامر، ما ينفعش ابدا يا كابتن جمال المقارنه بناء على حاجات حضرتك قلتها لنا اسلام. وبعدين كابتن جمال ركز على رقم هو قاله سواء كان صحيح او لا،
ودي وجهة نظر فنية. وجهة النظر الفنية دي كل الفني صح، وخلي بالك كل الفني صح وكل الفني غلط، لأنه في 9 ضربات جزاء لم تحتسب و3 ضربات جزاء غير صحيحة تم احتسابها. ده اللي قاله كابتن جمال بالمناسبة. طب يا كابتن جمال في كم خطأ؟ طب مش بس خطأ، كم خطأ كارثي في فترات الكابتن عصام عبد الفتاح؟ ما هو أنا لو قعدت والله وجبت السنتين اللي كان فيهم الكابتن عصام اللي أنا بحترمه بعيدا عن التحكيم، يعني كابتن عصام بالنسبة لنا برضو، وأنا اتكلمت قبل كده وقلت 100 مرة لا أحد يربط الحياة الشخصية أو الشكل الشخصي بالشغل. أنا هنا بنتقد شغل كابتن عصام، مش بنتقد كابتن عصام. فأنا هنا أيضا مش بدافع عن بريرا، بريرا يمشي، بس اللي يجي خبير أجنبي. يا كابتن جمال حضرتك تعلم كويس جدا ان مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول، حضرتك تعلم كويس جدا واحنا اتكلمنا في هذا الامر مفيش حاجه اسمها احتواء. انا ماليش دعوه بشخص رئيس الحكام، انا بتكلم عن مبدا. كابتن جمال بيقول ان المشكله بتاعت التحكيم مش في الحكام، المشكله ان النظام بتاعهم اتغير فجاه. طب ايه هو النظام يا كابتن اللي اتغير فجاه؟ كان اللي قبل كده ايام الكابتن عصام وما قبله كان نظام تعيينات وقصه التصنيف والعقوبات. طيب هو المفروض لما الحكم يغلط ما يتعاقبش؟ هل ده طبيعي يا كابتن جمال؟ وبعدين يا كابتن جمال حضرتك على الهوا في حوار قلت حاجه انا مش فاهمها الحقيقه وعايز حضرتك تفسرها لي، يعني ايه لما حضرتك كنت رئيس لجنه الحكام وتلاقي حكم عامل خطا تروح مأجل العقوبة وتقول هو النادي ماله ومال العقوبة وهيستفيد منها ايه؟ أقول لحضرتك أنا وجهة نظري هيستفيد منها ايه؟ هيستفيد منها إن الحكم ده عندما يتم عقابه هيحصل ايه؟ هياخد باله إن هو غلط، فلو جه حكم للأهلي مثلا مرة تانية وهو أخطأ قبل كده فمش هيخطئ نفس الخطأ ده، ممكن يخطئ خطأ تاني ولكن مش هيخطئ نفس الخطأ ده. وبعدين يا كابتن جمال هو معنى كده إن كل الحكام تغلط ونأجل العقوبات ويكملوا ويغلطوا عادي؟ وأندية حقوقها تضيع ومسابقات يتم إفسادها بقرارات تحكيمية خاطئة؟ ما هو ده يا كابتن اللي كان كل الأندية معترض عليه. كل الأندية معترض عليه. أنا بس حبيت إن أنا أحط بعض الكلمات اللي قالها كابتن جمال في هذا الإطار، وكابتن جمال له كل الاحترام مني تحديدا ومن كل العاملين في مجال كرة القدم. إذا كنا بننتقد فإحنا أنا هنا ما انتقدتش، أنا بقول وجهة نظر البرنامج في الكلام اللي قاله كابتن جمال. على الجانب الآخر بريرا عمل حواره واتكلم عن تدريب 620 حكم في الكورسات اللي عملها ودافع عن فكرة التصنيف لتحكيم، وقال أنه لما جه مصر لقى 360 حكم في المستوى الأول فقط، فقال انه ده معناه انه مضطر يدي مباراه واحده لكل حكم في الدوري طول الموسم وان ده مش منطقي. وقال ايضا بريرا انه يجب ان يكون في تصنيف عشان الحكم يلعب على الاقل 30 مباراه في الموسم، وحلل بعض الحالات التحكيميه واكد ان هو بيعاقب الحكام على الاخطاء لكن مش من اول خطا ومش من أول عقوبة هتكون النزول للتحكيم في القسم الثاني. يعني هو قال إن أنا في بعض الحكام ممكن جدا ينزلوا القسم الثاني كعقوبة ليهم، ولكن ممكن بعد ما يعدي الخطأ الأول والثاني والثالث نعمل كده، وده طبعا وفقا للائحة التحكيم. ده الكلام اللي قاله بريرا. هو شايف إن تقنية حكم الفيديو اتطورت في مصر. مش فاهم بريرا، يعني مستر بريرا أي مجهود بيعمله بريرا لتطوير التحكيم كويس وأهلا وسهلا بيه، ولكن فيما يخص تقنية الفيديو أعتقد إحنا كل مصر شايف أن هناك مشاكل وأخطاء تحكيمية تخص واضحة تخص تقنية الفيديو من أول الموسم. بيني وبينكم أنا لسه برضو تعليقا على الكلام اللي هو بيقوله مستر بريرا، أنا مش شايف أي تطوير. أنا اللي يهمني التطوير على أرض الملعب، التطوير على فكرة مش في مباريات الأهلي فقط ولكن في كل المباريات، في كل المباريات. انت عندك الأسبوع اللي فات بس ولا الأسبوع اللي قبله 5-6 أخطاء كارثية كارثية لا يرتكبها حكم درجة أولى.
ولكن على الاقل من وجهه نظري برضو ان بيريرا ما بيطلعش يبرر للحكام الاخطاء اللي هم بيعملوها. وكلاتنبرج نفسه كان قبل المنهج ما بيطلعش يدافع عن الخطا. لكن احنا شفنا في بعض اللجان قبل كده يا كابتن جمال انه بيتم تبرير الاخطاء والخطا بيبقى واضح بالمناسبه. لكن في نفس الوقت الحقيقه سواء بريرا مكمل او في خبير اجنبي تاني انا ما يهمنيش الاسماء، اللي يهمني ان يكون هناك خبير اجنبي يطور بالفعل ويحاسب ويعاقب ونشوف التطوير ده في ارض الملعب في اداء التحكيم المصري. احنا مع الحكام المصريين بالمناسبه، ولكن انا مش مع عوده الاسلوب القديم اللي اتكلم عنه كابتن جمال اللي هو روح البروتوكول. هو انا بقول كلام غلط؟ هو مش الكلام ده مصر كلها سمعته ومصر كلها ضحكت عليه؟ مش مصر بس، لما سالنا الخبراء بره قال لك ما فيش حاجه اسمها روح بروتوكول وما فيش حاجه اسمها احتواء. اتمنى ان الكلام اللي احنا بنقوله ده يجد صدى، لانه الطريقه القديمه اللي بيتقال ان هي الاصلح لاداره منظومه التحكيم في مصر ده كلامه وكلام الكابتن جمال وكلام مجموعه من الحكام الكبار اللي لهم كل الاحترام طبعا، ولكن انا بشوف ان ده لا، احنا ما نسيناش حاجه وفي دوريات باظت بسبب قرارات التحكيم. وبالمناسبه انا عامل قبل كده حلقه بس كانت على الشاشه اللي هناك، الحلقه دي جايبين فيها كل الاخطاء التحليبيه كانت سنه من السنين، اعتقد السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها كمان. فاحنا عملنا 16 خطأ بتقريبا عدد كبير جدا من النقاط عشان مش متذكره، غيروا نتائج المباريات وغيروا الدوري، ده ما راحش للنادي الاهلي اللي كان فنيا مش كويس قوي في الوقت ده تحديدا، ولكن اخطاء التحكيميه كان لها دور كبير جدا جدا. لو عايزيننا نتكلم بهذه ونجي ونرجع الاخطاء ونرجع ونشوف ايام الكابتن عصام كان بيحصل ايه، يعني يكفي ان هو كان قاعد جنب كابتن محمد عادل وهو بيتكلم مع كابتن شوبير ويقول له الاحتواء وروح البروتوكول وبيتخانقوا وبيبرروا على يعني ايه احتواء. لما سالنا العالم كله قال لك مفيش حاجه اسمها احتواء يا جماعه، مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول، مفيش حاجه اسمها روح الفار. اتمنى ان احنا ما نرجعش للكلام ده تاني، مع كل احترامي الشديد والكبير جدا جدا لهذا النجم الكبير كابتن جمال الغندور وقيمه كبيره جدا وبنحترم كلامه وهو حر يقول زي ما هو عايز، ولكن يعني احنا برضه بنحاول نذكره ببعض الامور اللي قد تكون منسيه. بمناسبه الانتقادات، من يومين ثلاثه او امبارح او اول امبارح بعد ما خلصنا الحلقه خدت عربيه وماشي، وانا ماشي لقيت كابتن شوبير ماشي في الواقف هو وكابتن ابراهيم فايق وكابتن رضا عبد العال وكابتن وكان معانا زميلنا كريم سعيد واحمد ثابت كانوا ماشيين قبلي يعني، وجي عليهم بعد كده الاستاذ حسن المستكاوي، انا كنت مشيت الحقيقه. فانا لما لقيت هذا التجمع كابتن شوبير بالنسبه لي وبالنسبه لكل انا بحب كابتن شوبير جدا وبحب ابراهيم صديقي العزيز ابراهيم فايق، فنزلت وقفت معاهم شويه وبحب كابتن رضا طبعا بشكل شخصي يعني بعيدا عن الاراء اللي هو بيقولها كابتن رضا، لانه كابتن رضا اول ما شافني قال لي انت بتقطع فيا وبتعمل فيا، قلت له يا كابتن انا ما بقطعش فيك انا بقول حقيقه، يعني ايه تطلع تقول يا كابتن رضا على مارسيل كولر ان هو مدرب وحش وهو بقاله سنه او اقل من سنه وخد كل البطولات اللي خدها؟ وقلت له كده في وشه، قلت له يا كابتن رضا انا بحبك كشخص واسلم عليك ونحضن بعض ونبوس بعض وكل حاجه، ولكن عندما يتعلق الامر بكلام هو غير صحيح غير صحيح لازم اقول لك، وبقول لك مره ثانيه اهو يا كابتن رضا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط. وكان قدام كابتن شوبير وكابتن ابراهيم وكريم واحمد ثابت كلهم كانوا موجودين. فده اللي انا دايما بقوله، ان العلاقات الشخصيه ملهاش علاقه باللي بيحصل وانتقادنا لاداء البعض. وهنفضل ننتقد بالمناسبه، يعني لو كابتن رضا كان طلع النهارده، انا كنت واقف معاه امبارح، لو كان طلع النهارده وقال حاجه غلط كنت هطلع انتقد الكلام اللي قاله. فكابتن شوبير الحقيقه انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه كابتن شوبير دعا من خلال الراديو النهارده الصبح وكان بيكلمني بالليل بعد الوقفه دي وكلم معايا شويه، وكان بيقول لي احنا عايزين نعمل القعده دي بعد كده
لكل المذيعين وتبقى قاعدة كبيرة ونبقى كلنا موجودين، كل مرة عندك يا إسلام ومرة عندي ومرة عند إبراهيم ومرة عند سيف ومرة عند فلان ومرة عند علان، بحيث إن نبقى كلنا قريبين علشان صالح الرياضة في مصر. قلت له أنا يا كابتن جاهز، والكابتن النهاردة كابتن شوبير دعا لهذا الأمر من خلال برنامجه في الراديو، وأنا الحقيقة من أوائل الناس أو أول واحد موافق على هذا الأمر، وأدعو الجميع إن إحنا نتقابل ولو مرة في الشهر أو مرة كل شهرين ثلاثة نقعد نتكلم ونتحاور ونقرب وجهات النظر، لأنه في النهاية لما كابتن رضا يسمع الكلام ده مني ومن الكابتن شوبير ومن الكابتن إبراهيم ومن الكابتن سيف ومن الكابتن فلان يمكن يغير رأيه. طبعا هو حر يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، وأنا حر أطلع أدافع عن النادي الأهلي وانتقد أداء كلام كابتن رضا عبد العال، اللي أتمنى إن هو ياخد باله. هو كابتن رضا بيعمل إيه؟ يطلع يقول لك يا جماعة المدرب ده وحش، ويقعد 3-4 سنين يقول لك المدرب ده وحش، فالمدرب ده بعد 2-3 سنين بيمشي 100%. فبعد 2-3 سنين يقول لك إيه كابتن رضا؟ شفت بقى أنا قلت لكم إن ده لازم يمشي، يا كابتن ما هو بقاله 3 سنين بياخد كل البطولات وبياخد كل حاجة. قلت له الكلام ده على فكرة إمبارح وإحنا واقفين. فالعلاقات الشخصية ليس لها علاقة بإن كل واحد فينا يطلع ينتقد أو يطلع يقول رأيه في الشاشة. أنا بس حبيت برضو إن أنا أقول لحضراتكم هذا الأمر علشان الرياضة المصرية والإعلام الرياضي في مصر يحتاج بالفعل إلى التكاتف من الجميع. الفترة القادمة قد نجد هذا الأمر، يا رب ده يحصل خلال الأيام القادمة. وصلنا للفقرة الثانية، فقرة بالعقل. والفقرة اللي وانا بتكلم عن الكابتن شوبير واللي قاله والوقفة اللي احنا وقفناها كانت عشان اللي جاي. النهاردة بالعقل هنتكلم عن مين؟ عن الأستاذ هاني شكري المرشح في انتخابات نادي الزمالك، نادي الزمالك. خلي بال حضراتكم، لأني تابعت على مدار الأسبوع اللي فات تصريحاته في موضوعين مهمين، ولقيته بيتكلم بالعقل، رجل بيتكلم بالعقل الأستاذ هاني شكري. في الموضوع الأول كان بيتكلم عن حقوق الرعاية، وقال، مش إسلام الشاطر اللي قال، الأستاذ هاني شكري المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، هو ده الكلام اللي يعني والله ما عشان خاطر الأهلي ولكنها هذه هي الحقيقة. قال إيه الأستاذ هاني؟ قال أن الأهلي رعايته أكبر من نادي الزمالك، لأن النادي الأهلي مستقر وبياخد بطولات، وإن عدم استقرار ورعاية الزمالك ده راجع للمشاكل الكتير اللي عملها مجلس إدارته السابق، مش إسلام اللي بيقول، في الفترات السابقة، وده اللي بيخلي الرعاة ما تروحش بكثرة لنادي الزمالك. الكلام ده أحد أو كلام أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك. والحقيقة الكلام لما بيكون بالعقل بيكون أسهل وأوضح بكتير. لم يكابر بقى وقال لك اشمعنى الاهلي بياخد بطوله، اشمعنى الاهلي بياخد 2 مليار واحنا بناخد 200 300 400 مليون، اشمعنى مش عارف، مفيش، مش اشمعنى. الاهلي الاكثر جماهيريه، والاهلي الاكثر استقرارا، والاهلي الاكثر بطولات، الكلام اللي احنا حافظينه ده، الكلام اللي احنا بنحفظه لاولادنا واولادنا بيحفظوه لاولادهم وهكذا. لان هذا هو الواقع اللي احنا بنعيشه. استاذ هاني شكري فكر بعقله واتكلم ببقه فظهرت الحقيقه. فالكلام طلع عقلاني ومنطقي. الفكرة كده أعتقد أنها تكون وصلت وواضحة. النقطة الثانية، هو اتكلم عن التفاوض مع أحد اللاعبين أو أحد لاعبي نادي الزمالك، والحقيقة برضو اتكلم باحترام شديد. هو هنا كان بيتكلم على أحمد فتوح وقال إن أخلاق النادي الأهلي تمنعه. على فكرة النادي الأهلي لا يتوانى عن تدعيم فريقه بأي لاعب، ولكن زي ما قلت امبارح بالطرق والقنوات الشرعية للتفاوض وفي الأوقات الرسمية التي يجب على النادي الأهلي أن يتفاوض فيها مع أي حد بالمناسبة، سواء نادي أو لاعب. عندما تكون اللوائح هي الأساس، النادي الأهلي لا يخالف اللوائح. لكن هل ده معناه أن أنا مش هتفاوض مع حد أنا عايزه؟ هتفاوض مع أي حد أنا عايزه. أنا ما طبعا أنا مش بتكلم، أنا هنا مش بتكلم على فتوح،
انا عشان بس ما حدش يقول لك اصل اسلام قال ان الاهلي ما حصلش الكلام ده، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، انا راجل ما عنديش فكره كبيره عن اللي بيحصل داخل لجنه التعاقدات او لجنه التخطيط في النادي الاهلي يعني. لكن انا هنا بقول واللي انا عارفه ومتاكد منه ان النادي الاهلي لو عايز اي لعيب في العالم في العالم وعايز المدرب بتاعه عايزه وعلى حسب امكانياته يقدر يجيبه، واذا كان هذا اللاعب في الوقت اللي فيه يمكن التفاوض قانونا معاه ومع ناديه، النادي الاهلي هيسعى لهذا اللاعب ويجيبه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور، عشان ما حدش بس يرجع يتكلم في هذا الامر تاني. ولكن عندما يكون الكلام بالعقل يجب ان نلقي الضوء على مثل هذا الكلام، خصوصا الجزئيه الخاصه بالرعايه من كلام الاستاذ هاني شكري، وهو هنا اللي اتكلم ايضا وقال ان اخلاق النادي الاهلي، وبالفعل اخلاق النادي الاهلي، النادي الاهلي احنا اتعلمنا فيه لامور كثيره، اتعلمنا فيه امور كثيره جدا جدا. من هذه الامور ان انا لازم احافظ على ناديه لاقصى اقصى درجه، وفي نفس الوقت يجب احترام اللوائح والقوانين الموضحه لكل هذه الامور. حبيت بس ان انا ألقي نظرة هنا وهنا علشان تبقوا حضراتكم عارفين الدنيا ماشية ازاي وإيه اللي بيحصل. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، وبعد كده هنرجع مرة أخرى نكمل فاصل. طيب هنطلع بعد ما نشوف آخر الأخبار المحلية والعالمية نشوف فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجوم فريق كرة اليد بطل إفريقيا، نجوم هنحتفل معاهم على الهواء مباشرة ومع حضراتكم، يستحقوا الاحتفال، يستحقوا كل حاجة حلوة. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي ولفريق كرة اليد. بعد التقرير والفاصل هنستقبل نجومنا الكبار أبطال إفريقيا في كرة اليد. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تأجيل افتتاح بعض المشروعات الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي في الشيخ زايد، والذي كان مقررا له غدا الأربعاء، نظرا لما يتعرض له أشقاؤنا في فلسطين. وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء من الغد في استخدام تلك المشروعات المشار إليها والاستفادة منها. نشر عمرو السولية لاعب فريق الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعودية لأداء فريضة العمرة، مستغلا فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بعد مباراة الإسماعيلي التي انتهت بالفوز بثلاثية. حقق فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الترسانة بنتيجة 32 نقطة مقابل 21 في إطار الجولة الثامنة بدوري محترفي كرة اليد للموسم الحالي، ليواصل الفريق الأحمر تصدر جدول الترتيب برصيد 24 نقطة محققا العلامة الكاملة في 8 جولات. أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الزامبي الودي المقرر له مساء يوم الخميس عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر. حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري منتخب مصر وعبد الله سيد مدير المهمات. أقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد في الإمارات الذي سيستضيف المباراة. نفدت حصة الجماهير المصرية لمباراة منتخب مصر والجزائر المقرر إقامتها في الإمارات يوم 16 من الشهر الحالي، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. وبيع تذاكر الجانب المصري ومعظم أنحاء الملعب لمباراة الجزائر بعدما طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر مواجهتي منتخب مصر الوديتين قبل أيام. بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي تدريباته على استاد المقاولون العرب استعدادا لودية الأردن المقرر لها يوم الخميس، ووضع ميكالي خطة المباراة والتشكيل الأقرب للمشاركة خلال المران. أعلن محمد النني نجم منتخبنا الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي تأسيس نادي لكرة القدم في لندن لرعاية المواهب الشابة في الفئات العمرية المختلفة من سن 16 عاما وحتى 25، وعلق قائلا مع الشغف بلعبة كرة القدم الجميلة والالتزام بتطوير نجوم الغد، أنني تم إعداد ناد ليكون المنصة التي تصبح فيها الأحلام حقيقة. يتنافس 10 لاعبين من البرازيل على جائزة الكرة الذهبية سامبا لأفضل لاعب برازيلي يلعب خارج البلاد لعام 2023، نظرا للأرقام الفردية والجماعية
جاء في مقدمتهم نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي الذي سبق وأن اكتسح منافسيه في السنوات الثلاث الأخيرة، كما ضمت القائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني وأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي وكاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومارتينيلي نجم أرسنال الإنجليزي. وضع النجم البلجيكي إيدن هازارد حداً لمسيرته الكروية بإعلانه اليوم الثلاثاء اعتزاله اللاعب بشكل نهائي بعمر 32 عاماً، مؤكداً أنه قرر الابتعاد عن ملاعب كرة القدم بعد 16 عاماً حمل فيها ألوان عديدة للأندية الأوروبية الكبيرة خلال مسيرته وخاض أكثر من 700 مباراة، معرباً عن شكره لكل من أسهم في سطوع نجمه لمواسم عديدة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم رسمياً منح بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2028 على أن تقام نسخة 2032 في إيطاليا وتركيا. تسلم تيتي المدرب السابق لمنتخب البرازيل مهمة جديدة في البرازيل بعد تعاقده مع نادي فلامينغو لقيادة الفريق الكروي خلفاً للمدرب المقال خورخي سامباولي. أعلن نادي إشبيليا الإسباني التعاقد رسمياً مع ديغو ألونسو المدير الفني السابق لمنتخب أوروغواي لتولي قيادة الفريق الأندلسي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي خلفاً للمدرب المقال خوسي لويس مندليبار بعد البداية الكارثية في الدوري الإسباني هذا الموسم التي أدت إلى تراجع الفريق للمركز الرابع عشر في جدول الترتيب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الحقيقه وكالعاده هنعمل احتفاليه، ولكن احتفاليه بسيطه جدا جدا لهؤلاء النجوم اللي يستحقوا اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. الحقيقه نجوم جم من الكونغو برازافيل. احنا النهارده وانا بتكلم معاهم قلت لهم انا رحت الكونغو سنه 2005 فكانت الامور مختلفه تماما عن دلوقتي. هنعرف منهم كل حاجه وهنعرف منهم كيف استطاعوا ان يفوزوا بهذه البطوله اللي كانت بعيده عن النادي الأهلي خلال الفترات السابقة، وكيف استطاع هؤلاء النجوم أن هم يرجعوا بهذه الكأس الغالية والحقيقة البطولة الإفريقية الستة. خلوني أرحب بضيوفنا ونجومنا الكبار اللي هيستحقوا الحقيقة من حضراتكم النهاردة. عايز كل الناس تقعد تتفرج على هذا الثلاثي الرائع الحقيقة اللي بيمثلوا فريق النادي الأهلي لكرة اليد وفوزهم بالبطولة الإفريقية للمرة الستة. كابتن محمد ابراهيم زكا ابو كبات، ازي حضرتك كابتن محمد؟ اكبرهم ده عندك كام سنه؟ 31. 31 قد يعني يا قريب شويه عشان بس ما نبقاش. وجده محمود عبد العزيز جده. ازيك يا جده؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا عرفت انت حكيت لي قلت لي ليه سموك جده. هنرحب الاول بمحمد مجدي وبعد كده نرجع لك نسالك. ازيك يا مجدي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد كله لله. كله كويس الحمد لله. الشباب بس دول يا جماعه لو وقفوا والله بجد انا مش بهزر. سمير هو ينفع حد يقف؟ ينفع ولا مش دلوقتي؟ خليها بعدين. مش دلوقتي عشان لو وقفوا احنا بالنسبه لهم هنبقى في حته ثانيه. الاول قول لي يا محمود انت ايه موضوع جده ده؟ انت حكيت لي القصه، احكيها للجمهور بقى. في الاول اصلا بدايتي كانت في المقاولين العرب، فكنت ساعتها كان محمد ناجي جده بطوله افريقيا كل ما ينزل يجيب جول. فانا كنت بحبه جدا، فلدرجه ان انا كنت بنزل تمرين بالتيشيرت بتاعه. وبعد كده خدت لما جينا نختار ارقام اخترت رقم 15. وبعد كده لما كنا بنلعب ماتشات في اخر مثلا دقايق وكده بجيب جون الاخير، فطلع بقى الاسم لزق بقى على طول. خلاص بقى جده من انت بتحب ناجي جده يعني أوي. صح. طب ما تحاولوا تجيبوا لنا ناجي جده كده يا جماعه الهوا. طيب كابتن محمد، يعني برضو بطولة صعبة جدا على الرغم من ان انتوا الحمد لله الفوارق واضحة يعني حتى في النتائج وكل شيء، ولكن انا لما حد بيجي يقول لي كده بقول له لانه فريق النادي الاهلي الفرق بينه وبين اللي بعده كبير جدا حتى مع اي حد دلوقتي، خصوصا بعد السنتين اللي فاتوا. هي دي حقيقة. يعني هو حتى كان ناس كتير بتتكلم عن سهولة المنافسين في البطولة بالزبط. بس احنا ما كناش بنبص للموضوع كده خالص. يعني احنا كنا رايحين الجهاز الفني واحنا كلاعيبة كنا متكلمين مع بعض ان احنا اي منافس هيكون قدامنا احنا هنلعب بنفس اللعب بتاعنا ونفس الريتم بتاعنا ايا كان هو مين. بننزل ندي كل فرقه احترامها في الاول طبعا، وبنلعب جامد ونفس لعبنا، وايا كان المنافس اللي كان هيجي قدامنا كنا قادرين ان احنا ان شاء الله نتغلب عليه، يعني سواء منافس ضعيف او منافس قوي. فهي دي كانت ناس كتير بتتكلم عليها. كان صعوبه بس الموضوع ممكن شويه في الاقامه التغذيه، بس ده طبيعي ان احنا بنتعايش عليه طبعا اول ما نروح. فالموضوع كان في بالظبط الجو كان حاجه صعبه برده جدا. كنت سامع اعتقد كابتن محمد ابراهيم اللي هو المدرب العام يعني
كان بيتكلم ان الصاله ما فيهاش هواء. ما فيهاش خالص. لا التهويه ما كانش فيه خالص. صعب. الجو كان رطوبه عاليه والجو كان حر جدا. بس هو انت طبعا انت اي بطوله بتلعب فيها وكفريق بطل لازم بتلعب قدام كل الظروف اللي بتبقى قدامك يعني. فقدرنا ان احنا نعمل كده والحمد لله، وكنا بنكسب مكسب كويس كل ماتش لحد المباراه النهائيه يعني الحمد لله. جدو لو سالتكم عن او سالتك عن مشوار البطوله، مشوار طويل جدا جدا في 10 ايام، ولكن هو بالنسبه لكم مشوار طويل لانه كان صعب. ازاي الاداره الفنيه المدير الفني استطاع ان هو يجدد معاكم الدوافع، خصوصا تقريبا احنا خدنا كل حاجه السنه اللي فاتت باستثناء اخر بطوله خسرناها يعني. هو البدايه بدات من ان احنا اصلا نجهز للبطوله، ان احنا البري سيزون وفتره الاعداد بتاعتنا، وان احنا يعني حاطين التارجت ان شاء الله السنه دي ان مفيش بطوله تقع مننا، ونكمل على المشوار اللي احنا بدأناه من السنه اللي فاتت اللي هو كان انجاز كبير في الفريق ان احنا قدرنا نحصل على كل البطولات. هو في الاول يعني احنا بدأنا ان احنا مركزين في كل حاجه في ادق التفاصيل، حتى ان احنا ما يقعش مننا نسبه ماسلز عضلات اي حاجه، التغذيه كل حاجه بصراحه كانت ماشيه كويس جدا. هو الصعب بس كان الاجواء يعني الجو الحر الاقامه مفيش نفس حاجات كتير الحقيقه بالظبط كده. لكن هو بصراحه كان الدوافع بتاعتنا كلها ان احنا نكمل على نفس الريتم، وكمان عشان الجمهور وعشان النادي. محمد مجدي برضو كان معانا فرقتين في المجموعه الحقيقه، رجعنا قابلناهم تاني في النصف النهائي والنهائي. اعتقد ده يدل على ان احنا كنا في مجموعه قويه الحقيقه، مش مجموعه بسيطه زي ما بيتقال. من وجهه نظرك ايه اللحظات الاصعب، وامتى كنت حاسس ان احنا هناخد هذه البطوله؟ هل من اول يوم حاسين ان احنا هناخد هذه البطوله؟ طبعا احنا رايحين الناس كلها، حتى انت في فرق خايفه تيجي تقابلك يعني، انت في فرق خايفه تيجي تقابلك، عارف الاهلي رايح فول تيم وانت السنه اللي فاتت واخد كل البطولات تقريبا، عامل بري سيزون حلو، رايح خسران من برشلونه بنجومها كلها 4 في الفاينل في بطوله. ده احنا رجعنا كمان الماتش ده كنا زاعينه على الهوا هنا. طبعا كان ماتش كويس قوي، احنا اتخطفنا الشوط الاولاني بس رجعنا الشوط الثاني وقضينا. فانت رايح عارف اللي انت عايز ايه، فاحنا من الاول عارفين احنا رايحين ان شاء الله نرجع بالبطوله ان شاء الله. النادي غايب عنه كتير، لا لازم نرجعها، لازم نرجعها للجماهير، النادي واثق فينا مطلعنا، فكان لازم نكسبها. والحمد لله ربنا كرمنا من اول ماتش. واحنا عارفين ان احنا المجموعه بتاعتنا صعبه، معانا فرق تقيله، عارفين ان احنا الفرقه دي هتقابلها تاني في النص النهائي، فكان لازم نكسبها من الاول جامد عشان تبقى عارفه وهي نازله لك تاني في الفاينل او السيمي فاينل تبقى عارفه انت هي بتلعب مين، تبقى نازله اللي هي كده كده مستسلمه، اول ما تفرق عنها خلاص ترمي فوطه. والحمد لله ربنا كرمنا وده حصل، قابلنا السيمي فاينل والفاينل، قابلناهم في المجموعه وكسبناهم فرق كبير الحمد لله، وربنا كرمنا في السيمي فاينل والفاينل. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هؤلاء الكوماندوز، هؤلاء النجوم، وكيفية الفوز بهذه أو طريقهم إلى الفوز بهذه البطولة في بطولة أبطال إفريقيا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. طيب كابتن محمد، برضو في ظل هذه الظروف الصعبة هناك في الكونغو الحقيقة، وفي ظل الفرق اللي هي برضو مش أقوى حاجة، ولكن في النهاية قدر النادي الأهلي أنه يعمل فروقات كبيرة جدا جدا، رجعنا بالسلامة الحمد لله، كسبنا هذه البطولة. اللي قادم ايه من دلوقتي بقى لغاية السوبر جلوب اللي هيتلعب في الدمام؟ احنا عندنا كان عندنا ماتش في الدوري اصلا النهاردة. يعني احنا كان عندنا ماتش مع الترسانة كسبناه الحمد لله. المفروض عندنا ماتشات في الدوري برضو الفترة الجاية 3 ماتشات، وبعد كده يبقى في فترة توقف دولي، وبعد كده ان شاء الله هنسافر السوبر جلوب في السعودية. فهي الفترة الجاية دي واخدينها طبعا، هو الدوري ده الأساس برضو بتاعنا هنا، فاحنا ماشيين فيه خطوة خطوة الحمد لله بشكل كويس. وفي نفس الوقت هيبقى إعداد كويس برضو لينا إن احنا نروح للسوبر جلوب، عشان احنا السوبر جلوب احنا حضرتك عارف النادي الأهلي مش بيشارك فيها بطولة لمجرد إن هي مشاركة شرفية. صحيح. يعني الأهلي أي بطولة بيشارك فيها بيكون بيلعب على البطولة يعني، أو على الأقل في السوبر جلوب ده حاجة ممكن تلعب على ميدالية. احنا السنة اللي فاتت عملنا إنجاز ودخلنا المربع، خدنا رابع، كسبنا بنفيكا فرقة أوروبية أول مرة أصلا فرقة أفريقية تكسب فرقة أوروبية. السنة دي معانا برشلونة في المجموعة والنور السعودي، النور برضو فرقة كبيرة في السعودية، وبرشلونة طبعا والنور عاملين تدعيمات طبعا برشلونة لكن النور عاملين تدعيمات قوية جدا. النور عامل تدعيمات وبرشلونة يعتبر حاليا أقوى فريق في العالم. بس صحيح. احنا بنروح احنا بناخد كل ماتش بماتشه يعني، إن شاء الله ما فيش أي حاجة بعيدة يعني إن شاء الله. فهي الفترة اللي جاية دي إن شاء الله احنا واخدين أعداد كويس يعني لينا في السوبر جلوب. جدو السنة اللي فاتت احنا كسبانين تقريبا كل البطولات يعني، ده
وده دايما السؤال اللي بساله لكل الفرق اللي بتيجي نحتفل معاها سواء كوره سله طايره كله. ما هو انت بتاخد تقريبا كل البطولات وكل حاجه السنه اللي فاتت خدت كل حاجه في الهاندبول باستثناء بطوله، لكن ما بيحصلكش تشبع انت بقى انتوا كلاعيبه صغيرين لسه حصلكوش تشبع؟ بتحسوا بايه جايين من انديه تانية؟ بتحسوا بايه؟ بالنسبه ان انا اصغر يعني تقريبا واحد في الفريق، فانا بحس ان انا لسه ببدا يعني لسه نفسي يعني مثلا نفسي اعمل انجاز او اعمل تاريخ مثلا زي الناس الكبيره اللي عملت تاريخ زي مثلا كابتن ابراهيم مصري. يعني نفسي ابقى اعمل زي ما هم عملوا ويبقى اسمي مثلا ايه يتقال اسمي في النادي الاهلي. وبحس ان الموضوع بيكون اصعب على فكره، ان انت تكون واخد حاجات كتير قوي وتبقى اللي هي شخصيه البطل اللي هي بتاعت النادي الاهلي، ان انت تحافظ بقى على الريتم ده، وبدل مثلا وقعت منك بطوله انت ما يقعش منك بطولات خالص. تفضل ماشي على نفس الخطه كده ثابته، بالعكس انت بترتفع يعني ما بتقعش. اتعلمت ان انت دايما تبقى عايز اكسب كل البطولات. ده طبع النادي الاهلي. اللي هو خلاص انت طالما موجود فانت ما عندكش حاجه اسمها خساره، انت هو الفوز يا اما الفوز. يعني الموضوع بيبقى نازل قدامك ان انت مش بتدور ان انت مثلا الماتش صعب فانا احتمال اخسر، لا هو الماتش صعب فانا هكسبه ازاي باسرع طريقه ممكنه. محمد مجدي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد شايفها في الفرقة، أنا متابع جيد لكرة اليد يعني بعيدا عن الكرة كرة القدم، يعني طول عمري أنا من أيام كابتن أحمد بلال وكابتن عمرو الجيوشي الأولمبي، يعني كابتن عمرو الجيوشي وكابتن شريف، مجموعة كبيرة جدا من الأسماء، وكابتن خالد حسن وأسماء كبيرة جدا طبعا أكيد فاكرينها، يعني دول كانوا من أجمد نجوم العالم كمان مش مصر بس. فأنا متابع جيد لكرة القدم وبشوف إنه لكرة اليد، التوليفه اللي معموله ما بين الشباب والكبار اللي موجودين اعتقد دي ودتنا في حته تانية، خصوصا بعد يعني احنا السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها كانت الامور صعبه جدا بالنسبه لنا، السنه اللي فاتت الحمد لله السنه دي البدايه جيده. طبعا انت بتبني فرقه، يعني انت ما شاء الله اعمار في النادي دلوقتي 7 98 3 4 2000 2002، فالاعمار واكبر واحد كابتن مصري بس، يعني ما فيش حد كبير كابتن مصري بس ومش كبير كابتن يعني كابتن ابراهيم بس. فانا شايفها بصراحه حاجه حلوه جدا ان انت تبقى الفرقه بتكسب واعمارها صغيره لقدام، يعني انت كده ما شاء الله يعني لقدام النادي الاهلي قدام 4 5 6 سنين انت مستحوذ على كل لعيب صغير عندك تقريبا كويس في مركزه، يعني انت كل مركز شايف الفتره المستقبل القريب للنادي الاهلي مستقبل جيد. طبعا طبعا انت الهاندبول بالذات احنا دلوقتي عندنا يعني كل المنتخب اللي بيطلع، انت عندك 7 98 بمنتخب مصر 98، ال 2002 منتخب 2002، ده بيبقى في منتخبات كل الفرقه بتبقى فاضيه بيمرن نفسه. انت الفتره الجايه عندنا اللي هو عندنا التجميع بتاعت المنتخب، عندنا ماتشات في المانيا، فاعتقد الفرقه هتبقى فاضيه. يعني احنا لسه كنا بنتكلم فيها، هتلاقي 2004 اللي بتتمرن معانا معظم الفرقه هتطلع مع المنتخب، لسه ما حدش يعرف مين اللي رايح مين اللي قاعد، بس طبعا لازم النادي الاهلي بيشارك بمعظم اللعيبه يعني هتروح ان شاء الله. يعني محمد ابراهيم برضو مجلس اداره النادي الاهلي ودوره معاكو، كابتن خالد العوضي ودوره في النشاط الرياضي، كابتن ياسر لبيب ودوره كرئيس للجهاز، اعتقد يعني كابتن خطيب طبعا ومجلس الاداره يعني بيحطوا السياسه العامه، كابتن خالد بينفذها من خلال وجود كابتن ياسر لبيب، اعتقد المجموعه الاداريه واضحة جدا النجاح على الفرقة، بمعنى ان احنا بنشوف زي ما حضراتكم بتتكلموا الاجيال دايما بتبقى جاية ورا بعض، وانت واحد من الناس اللي يعني يعتبروا اللي بقالهم فترة طويلة في النادي. هو طبعا يعني احب اشكر مجلس الادارة طبعا على دعمه المستمر لينا، وهي دي سمة النادي الاهلي ان هو على طول رقم واحد، وسمة النادي الاهلي ان اي مجلس ادارة هو بيجي بيبني على شغل مجلس الادارة اللي قبليه، يعني دي حاجة طبعا مش موجودة غير في النادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره من ساعه ما جه هم عاملين نجاحات كبيره قوي بالذات في قطاع الصالات، وطبعا مقدمين دعم كبير لينا. كابتن خالد العوضي طبعا من ساعه ما مسك مدير النشاط الرياضي عامل شغل كبير جدا، كابتن ياسر لبيب نفس الكلام، وهم دايما مش سايبيننا بصراحه، وعلى طول يعني الناس بتيجي بتتكلم معانا وان هم واقفين معانا وفي ظهرنا، فدي حاجه طبعا كويسه جدا. يعني محتاج منهم ايه برضه يا محمد لو انت حابب تتكلم؟ انا تحديدا انت عشان انت الكبير يعني، ف مش انت لكن انا اتكلم الفرقه محتاجين ايه؟ لو عايزين تقولوا حاجه ان انتم محتاجينها، يعني انا كنت بسمع من كابتن خالد ان هناك كل الادوات يعني في ادوات جايه جديده، الفريق الهاندبول انا مش قادر اوصفها بالظبط، ولكن فريق الهاندبول ادوات حديثه جايه من بره يمكن في الجمرك وهتخش اليومين اللي جايين دي، انه
هتطور من مستوى الفرقه بشكل كبير جدا. هي دي حقيقه، ودي حاجات كان مستر ديفيد ودكتور عمرو يوري هم كانوا طالبينها، ومجلس الاداره طبعا وفرها. هي الفكره اللي هي واقفه فعلا في الجمارك دلوقتي. بس هو احنا اي حاجه بنطلبها وبنقدم بها طلب بيتوافق عليها، وكمان حقيقي. ومستر ديفيد كمان هم مدينه صلاحيات ان هو يختار الحاجات اللي هو عايزها ويتكلم في اي حاجه هو عايزها وكده، ويجيبها له كمان. ما هي الاهم ان انا اختار حاجه تتناسب مع فرقتي وتتناسب مع الاعمار وتتناسب مع كل حاجه، وفي نفس الوقت تطور من الفرق. بالظبط كده بجيبها. دي حقيقه. فدي حاجه كويسه طبعا ان هم اي حاجه احنا بنطلبها هم بيعملوها لنا، فده حاجه يعني مش بعيده عن النادي الاهلي، يعني ده العادي يعني بتاع النادي. جدو هسألك سؤال برضو، الكيمياء اللي موجوده بينكم وبين ديفيد دي، يعني انا شايف كل اللقطات اللي بيها انت تقعد تضحك وتهزر تمام، واضح ان في كيمياء بينكم وبينه. يعني زي ما حضرتك قلت من شويه، العمار كمان والكيمياء، وانت لو دخلت ما بين الفريق فمش هتحس موضوع الاعمار ده، يعني كلنا مع بعض، يعني زي ما بيقولوا كده كلنا طوال مع بعض. كلنا يعني مش حد اصلا، مفيش حد حاطط مثلا اللي هي مساحه العمر، اكيد في احترام بين الكبير والصغير طبعا. بس اللي هو يعني كله محتضن بعضه في يعني توليفه كده مع بعض. وكابتن يعني مستر ديفيد برضو يعني داخل معانا في الموضوع ده، اللي هو يعني على طول برضو يعني خلي هو كبير برضو، خلي بالك هو هو خد احسن مدرب في العالم قبل كده، وهو طبعا ليه اسم كبير قوي في روما. يعني هو دايما معانا بصراحه، يعني اذا كان في شغل الجد فهو سيريوس يعني جد، بس في اي وقت تاني هو يعني زي زينا بيهزر وبيضحك. بيقدر يا محمد يا مجدي يفصل ما بين الهزار والضحك والتمرين الجد، وامتى يزعق وامتى بيقدر يفصل عن الحاجات؟ طبعا بيقدر. انا احكي لك موقف مجع، في ماتش نسيت فيه التيشيرت بتاعي، جبت تيشيرت تاني. فالمهم راح قال لي ماشي ماشي، وبعد كده ما لعبنيش الماتش ده خالص. حتى اليوم اللي بعده كان عندي جيش، انا في الجيش دلوقتي. فمن انا لما بخش بروح بكلمه، فانا رحت وفضل معادني كتير، ففضل معادني هناك كتير عشان النادي ما اتكلمش. فالمهم بعد ما خلصت ثاني يوم رحت النادي، فبقول له اللي حصل، بيقول لي ايه اللي حصل وبتاع، قلت له 1 2 3. قال لي دي غلطه منك، اللي بيحصل في الملعب ال 20 في 40 بيفضل في الملعب، بره الملعب حاجه يعني مالكش دعوه باللي بيحصل جوه الملعب. فاي حاجه تحصل تكلمني. فهو بيفصل بين الملعب وبره الملعب جدا يعني. يعني هو كان زعلان منك ان انت ما جبتش التيشيرت فقعدك ما لعبكش، فانت افتكرته بقى لسه زعلان منك فما رضيتش تكلمه. ما رضيتش اكلمه في موضوع الجيش ده. بالظبط. صح؟ راح قال لي دي واحده غلطه تاني اللي انت ما كلمتنيش. الغلطه هنا ان انت ما كلمتنيش. استطيع انه يعني بيعرف يفصل ما بين الجد والهزار مثلا. مدرب كبير يعني، ده اللي نقدر نقول عليه، ما يعني حدش يعرف يتكلم عليه. مدرب من اكبر احسن مدربين في اوروبا، بيعرف يفصل في جد بين الملعب وبره الملعب. دخل الملعب جد، ساعتين تتمرن بجد بتموت فيهم، تطلع كل اللي عندك. بره الملعب هزار، تاكل احنا كل مع بعض، كلنا نقعد مع بعض، كلنا نتكلم، نلعب تيم بيلدينج، كل حاجه. فلا هو بيعرف يفصل، بيعرف يفصل كويس قوي كمان. طيب بما اننا بنتكلم عن ديفيد ديفيس، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير لاعبا ومدربا كبيرا ديفيد ديفيس. احنا بنضحك على حاجه احنا الاربعه، بس مش هقول ايه هي طبعا، احنا بنضحك عليها. كل ما هشوفوها قلت لهم كل ما هتشوفوها هتفتكروني وتضحكوا. طيب فكره بقى ان انت تاخد البطوله الافريقيه وفي نفس اليوم او ثاني يوم، انتوا جيتوا امبارح صح؟ النهارده لعبتوا بطوله، في مباراه في البطوله المحليه. اعتقد ان دي فكره صعبه برضو، مش سهله ان انت تقدر تفصل وجاي من الكونغو وحر والدنيا صعبه جدا. لا 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 يعني في الكوره يعني بتبقى صعبه جدا. ما اعرفش في الهاندبول، يعني انا لو جيت امبارح ما اقدرش العب النهارده. هو الموضوع كان صعب خصوصا ان انت واخد البطوله. فهي دي محتاجه كمان تجديد دوافع، وطبيعي اي فرقه بعد اي بطوله الكيرف ممكن ينزل شويه او كده، بس هو ما فيش مجال ان ده يحصل. احنا بنرجع بنلعب على طول في الدوري وعندنا بطولات ثانيه، فده حاجة مهمة ان احنا تجديد الدوافع ده حاجة مهمة جدا. لازم نفصل يعني، خلاص انت تعمل اكنك لعيب محترف، خلصت بطولة فرحت في اليوم، تاني يوم انت خلاص بتقفلها وبتفكر في البطولة التانية. ده معنويا، لكن بدنيا بالظبط. بدنيا الموضوع فعلا كان صعب شوية، خصوصا السفر، احنا حوالي 16 ساعة وراجعين امبارح الصبح تقريبا. بس هو خلاص انت مضطر ان انت تفصل، يعني مضطر ان انت تعمل استشفاء في اليوم الراحه بتاعك، ان انت تيجي جاهز للمباراه. وده اللي حصل يعني. هو حتى الحمل بتاعنا في الماتش بيتوزع علينا كويس،
يعني كل لعيبه يعني بتشارك. كل لعيبه بياخد وقت في الماتش، ما بيلعبش 60 دقيقه لوحده مثلا او كده. فدي حاجه بتساعدنا برضو في موضوع الاستشفاء ده، كويس يعني. احنا بنحتفل يعني او مبسوطين ان احنا كسبنا 8 مباريات والعلامه الكامله. اعتقد دي برضو حاجه مهمه جدا ان انت تبقى دايما بتكسب في الدوري، عشان هو بيجي وقت كده بتبقى الدنيا مزنوقه قوي. صح صح. يعني بتفكروا في الامور دي ازاي برضو يا جد؟ وانتوا يعني 8 ماتشات ب 24 نقطه او بثلاث نقاط في الهاندبول، 24 نقطه حاجه برضو مهمه جدا. نفس الفكره اللي احنا اصلا ماشيين بيها، اللي هو انت بتنزل كل الماتش بتعمل طبعا حساب للفريق اللي قدامك، ويعني بتلعب ان انت نازل الماتش الفرقه دي، وانت مش نازل تكسب بس، لا انت نازل تعرف الناس ان انت البطل الوحيد اللي في مصر. ان يعني ما ينفعش انا رايح اكسب افريقيا واجي هنا ابقى في مصر مثلا ما اخدش دوري يعني. لا انا هنا بطل مصر الاول وبطل افريقيا، وده طبعا اللي متعودين عليه في النادي الاهلي. اللي هو انا بلعب كل ماتش بماتشه، بركز في كل ماتش بماتشه، اذا كان تحضيره بالفيديوهات بكل حاجه، وبنزل اللي هو بدمر الفرق اللي قدامي، اللي انا بدل ما اكسب مثلا واحد بيلعب في الاهلي اكسب فرقه 10، ابقى مرتاح وابقى ليا اسمي طبعا اللي هو الاسم الكبير بتاع النادي الاهلي. تحضير الماتشات ازاي يا مجدي؟ يعني بتشوفوا بتعمل ايه في التحضير الماتشات؟ ما هو برضه الهاندبول الناس ما تبقاش عارفه، انتوا بتحضروا ازاي؟ يعني هو بيتكلم هنا جده بيتكلم على الفيديو، بيتكلم على كذا، احكي لنا التحضير بيبقى لاي مباراه عموما يعني بيبقى عامل ازاي؟ هو كابتن ديفيز من النوع اللي بيقطع الفرقه اللي قدامك، بيقول لك اللعيب ده بيعمل ايه؟ مهما كانت اي فرقه، احنا 8 ماتشات 8 مقطع كل لعيب بيعمل ايه؟ يقول لك ده يعدي مثلا على يمينك، ده يعدي على شمالك، ده بيشوط، ده تطلع تقابله، ده تقف تحت، بيقطع بمعنى الكلمه. انت بتبقى نازل حافظ، تنزل التمرين بيعمل التكتيك بتاع الفرقه اللي قدامك، المفروض هو مثلا بيعمل كذا، انت بتعمله في التمرين قصاد اللي بيلعب. الترسانه النهارده هو قبلها يعني ممكن ما كانش فيه وقت. لا يعني عمل النهارده جابنا بدري وهناك وجاب البروجيكتور وعمل فيديو قال لنا ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وتطلع تقابل مين. فلا هو من النوع اللي بيقطع وبيحفظ اللعيب اللي بينزل، هو دورك ايه ومفروض انت تعمل ايه. التناسق بقى ما بين الجهاز الفني يعني كابتن ديفيد او مستر ديفيد ديفيز وكابتن محمد ابراهيم وبقيه الجهاز، اعتقد كل واحد بيبقى ليه دور يا كابتن محمد. اكيد طبعا، هي اي نجاح بيبقى عباره عن منظومه كل واحد ليه دور فيها، وهي عشان كده احنا الحمد لله احنا ناجحين الفتره اللي فاتت. مستر ديفيد مستر فينيو مدرب الحراس، يعني هو المدرب بتاع المباشر بقى يعني، فكابتن محمد ابراهيم المساعد، الدكتور عمرو يوري مدير الفريق، كابتن هاني الاداري، كابتن ابو زيد، يعني كل حاجه، حتى المدلك معانا عبد الله، يعني كل واحد ليه دور في الفرقه، في ترابط بين الجهاز الفني والاداري والطبي، فهي عباره عن منظومه كل واحد ليه دور بيقوم بالدور بتاعه على اكمل وجه، وده في الاخر بيثمر على النجاح يعني، وان احنا الحمد لله يعني رقم واحد يعني، فده نتاج عمل كبير وعمل ضخم يعني ومجهود كبير بيتبذل من الجهاز. جت علينا فتره كنا زعلانين من فريق اليد، ما تفتكر انت الفتره دي من سنتين اعتقد، وكان ما قبلها شويه يعني. مش هاجيلكم في الاسئله اللي هاجيلها. الفتره دي عدتوها ازاي؟ هي فتره صعبه يعني، انا كنتش موجود في النادي في الوقت ده، بس انا طبعا بحكم ان انا مشجع وانا صغير للنادي، في النادي انا مشجع كمان من زمان للنادي، فانا بالنسبه لي يعني كنت متابع طبعا الفرقه حتى وانا مش موجود وكده. فهي كانت فتره كانت مرحله بناء وتجديد دماء للفريق، في لعيبه كتير مشيت وبطلت، في جيل جديد طلع، طبعا الجيل الجديد ده ابتدى ياخد شويه شويه وقت خبرات لحد ما يقف على رجله، لحد ما نضج شويه. فطبعا هي الفتره اي فتره بيبقى فيها فتره بناء وتجديد دماء طبيعي بيحصل فيها دروب، وفي وسط الدروب ده الاهلي برده كان بياخد بطولات، كان بياخد مثلا بطوله افريقيا، كان بياخد سوبر افريقي، ياخد كاس مصر، فما كانش فيه يعني في السنه تقريبا الاهلي ما خدش فيها حتى بطوله واحده. لحد ما انت وصلت المرحله من اول الموسم اللي فات انت استحوذت على معظم البطولات، فهي كانت مرحله بناء وهي مشيت واحده واحده، والحمد لله النتاج بتاعها ظهر يعني من اول الموسم اللي الحمد فات الحمد لله. جده برضو الـ 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 البطولات الكتير اللي بياخدها النادي الاهلي لازم دايما تبقى في منافسه من يعني الزمالك بينافس، اعتقد سبورتنج، اعتقد سموحه، اعتقد الجيش برضو بيبقى الفتره دي جيد. في انديه او اصعب الماتشات اللي بتلاقوها هي دي الانديه ولا في كمان اصعب من كده؟ لا في مثلا البنك، هو كل الانديه بالنسبه لنا يعني الدوري مش سهل،
مش هنبقى بس عارفين يعني الفرق كلها بتبقى جايه. هو كده اي فرقه بتنزل تشوف النادي الاهلي هي عكس النادي بتبقى عامله حساب، هي كده عامله حساب للنادي، بس هي بتبقى نازل كل لعيب نازل عاوز يموت نفسه قدام النادي الاهلي. يعني بنشوف مثلا الفرقه دي بتتفرج عليها في ماتش ثاني قدامنا مش هي خالص، مش هي خالص. بيحصل في كل حته، بتلاقي طالما شاف الاهلي فهو ايه نازل بيموت نفسه قدامك. فهو اصعب الماتشات يعني الفرق زي ما حضرتك قلت كده الفرق دي، وفي كمان بنك الاهلي، وطبعا ماتش الزمالك ده حاجه ثانيه. يعني بتقابلوا الزمالك 6-7 مرات اعتقد في الـ صح تقريبا في الـ في الـ في الموسم 6-7 مرات، كاس سوبر دوري 2 كاس 2 سوبر مره، او فادي 5 ومثلا لو بطوله افريقيه 6 لو كذا يبقى 7، بتبقى 6-7 ماتشات كتيره جدا برضو، لان هو اعتقد ان الزمالك هو اقرب المنافسين مش كده. طيب المنافسه بقى يا محمد ما بين اللعيبه بينكم وبين بعض بتبقى عامله ازاي؟ ما هو ما تقوليش اصله ايه احنا في مش في المدينه الفاضله يعني، معلش كده نتكلم. بتبقى الدنيا عامله ازاي؟ لا والله مش عداوه برضه يعني. لا انا طبعا دي منافسه رياضيه يعني، انا مثلا ممكن يبقى يعني اللي ساكن جنبي بالظبط المركز بتاعي فيصل، يعني ساكن جنبي بالظبط وكنا مع بعض في نادي اكتوبر واحنا صغيرين. فلا يعني مش المنافسه اللي هو انت بتعمل اللي عليك وبتتمرن جد والديفز هو اللي بيختار. اعتقد ان كله بيلعب في الهاندبول تحديدا. واحنا عندنا روتيشن كمان يعني، انت ما ينفعش مفيش لعيب هيشيل ال 60 دقيقه، وبالذات احنا كمان بنلعب بسيستم ما بنقفش. يعني انت 60 دقيقه بتجري مفيش وقوف، يعني احنا ديفز في ماتش اخر 5 ثواني، فاحنا في الهاندبول بالذات لما بيبقى فجاه 5-6 بنسيب الكوره وبنسلم على بعض اللعيبه كلها وبتاع، ديفيز خصم لنا فيها اللي حسبنا الكوره وما كملناش اخر 5 ثواني دول. فاحنا طول الماتش بنجري فما فيش لعيب هيشيل ال 60 دقيقه يعني قليل قوي. فهو في روتيشن كده كده وكله بيلعب كله بياخد فرصته، بس اللي بيمسك فيها بقى هو اللي هيكمل يعني. طيب هنكمل كلامنا مع نجومنا، ولكن خلينا نروح لاحد النجوم الكبار اللي كنت بتفرج عليهم بقى زمان يعني، ورئيس جهاز الكره رئيس جهاز الهاند بول في النادي الاهلي كابتن ياسر لبيب. ازيك كابتن ياسر؟ والف الف مبروك. تسلم حبيبي الله يبارك فيك. اخبارك ايه يا كابتننا؟ كله تمام والحمد لله على السلامه. والله كل زي الفل الله يسلمك حبيبي ربنا يخليك. سفريه صعبه ولكن في النهايه يعني بطوله قدرنا نجيبها بعد يعني سنين كتير للنادي الاهلي، 6 سنين او 5 6 سنين للنادي الاهلي بتعود هذه البطوله بعد سفريه، فمهما كانت الصعوبه اعتقد في النهايه الامور مريحه جدا يعني. اكيد طبعا، بس انا يعني احب اقول حاجه قبل ما اتفضل يا كابتن. خشك البطوله يعني انا بصراحه فخور جدا بوجودي مع المجموعه دي سواء جهاز العمل الاداري او الفني او اللاعبين. صراحه مجموعه يعني تستحق ان هي توصل لابعد مدى من الانتصارات والانجازات، وان شاء الله نحقق الانجازات اللي فاتتنا الفترات اللي فاتت دي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. اتفضل. طبعا البطوله يعني الاجواء بتاعت البطوله كانت صعبه سواء على الرجال او الستات. لكن الحمد لله يعني احنا راضيين طبعا عن اللي احنا وصلنا له. بالنسبه للرجال انجاز كان غايب عندنا بقاله 6 سنين بطوله افريقيا. دي طبعا يعني انجاز يحسب للمجموعه ديت الموجوده. ودي بدايه الانجازات ان شاء الله السنه دي، يعني دي اول انجاز السنه دي وان شاء الله مستمرين في تعيين الانجازات. واللعيبه كلها يمكن ديفيز اتكلم معاهم بعد المباراه ان احنا خلاص انتهت البطوله ديت والحمد لله وكسبنا نفرح الفتره ديت وراجعين ورانا شغل ثاني، عندنا بطوله الدوري وعندنا كاس السوبر كلوب وعندنا السوبر المصري في الامارات وبعد كده بطوله افريقيا في الجزائر والسوبر الافريقي وبعد كده ونكمل بقى بعد كده يعني بقيه المواسم والبطولات المتتاليه يعني. طبعا نتمنى انه نعم بقول لحضرتك وصلتوا امبارح الصبح لعبتوا ماتش النهارده على طول بالظبط. بالظبط ودي يعني ده خلاص احنا يعني هم اللعيبه محترفين وكل واحد عارف دوره وعارف واجباته ايه. فالحمد لله يعني انا بقول لك يا كابتن اسلام مجموعه فعلا يعني تحب تتعايش معاها. مين اكتر واحد بيتعبك فيهم المجموعه اللي معانا؟ طب يا كابتن والله محمد مجدي يا كابتن والنبي يعني كلهم ناس ملتزمه جدا. تشوفهم نظامهم على سواء في الاكل سواء في التحرك للمباريات الفيديوهات اليوميه اللي بيتعايشوا معاها. ده لازم عند كل ماتش او كل تمرين عندهم ساعه فيديو ساعه حديث ساعه
تمرين او ساعتين التمرين، فبصراحه بتعيش اجواء احترافيه يعني الواحد ما عاشهاش. كنا نتمنى واحنا لعيبه ان احنا نعيش الاجواء دي. انت كنت لعيبه جامده برضو يا كابتن، ما تقولش على نفسك كده، انت كنت لعيبه. انا بحب كنت بحب اتفرج عليكم يعني. الدنيا متغيره. طبعا 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 الدنيا اتغيرت كتير. اتغيرت كتير فعلا. اعتقد دعم مجلس اداره النادي الاهلي لكل ما يريده، انا لسه كنت بتكلم مع الشباب على هذا الامر، انه عندما تكون الاداره محترفه يجب ان يكون الفريق او يجب ان يفوز الفريق بكل البطولات. ده اكيد. لا جدال فيها. احنا الفرقه دي سواء على مستوى رجال او سيدات بنلاقي دعم كبير جدا من الاداره. والناس ما بتتاخرش عندنا في اي حاجه تطلب في حدود المعقول طبعا. وعلى هذا الاساس بتلاقي كل الناس يعني ماشيه، كل واحد ملتزم، عارف واجباته ايه، عارف دوره ايه. فده سر نجاح الرجال. احنا بنحاول نطبق الكلام ده كمان مع السيدات، ولكن عشان توصل لهم الثقافه اللي هي اللي بتطبق دلوقتي في الرجال محتاجين وقت. لكن احنا لن نيأس ان شاء الله بالبنات دول، وبدعم الاداره هنوصل لابعد مدى وان شاء الله هننافس على افريقيا. هم البنات تحديدا عملوا مباراه رائعه الحقيقه مع بطل افريقيا اللي بقاله الفرقه اللي هي بريميرو اعتقد، اللي كانت يعني اتغلبنا فرق واحد في وريمونتادا في الشوط الثاني، كانت ماتش رائع الحقيقه يعني. احنا البنات ينقصهم شغل بدني وشويه خبرات عشان نقدر ننافس على البطوله ديت، ودي ان شاء الله نشتغل عليها في الفتره اللي جايه، ربنا يسهل ان شاء الله. لا انا اعتقد ان انتوا هتعرفوا توصلوا يا كابتن للتوليفه يعني ان شاء الله. اعتقد يعني يكون حضرتك رئيس للجهاز، ويكون الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، فبالتالي انا بشوف ان اليد تحديدا يعني ياسر لبيب اسم كبير جدا، خالد العوضي اسم كبير جدا في عالم كره اليد، فبالتالي لما نيجي نتكلم لا يعني تقدروا تعملوا ان شاء الله. ده زائد يعني التناغم والانسجام واللي داير بين المجموعه كلها، سواء على يعني خالد كمدير نشاط رياضي وانا كرئيس جهاز والمجموعه الاداريه هاني ومحمد ابو زيد وتحت في قطاع الناشئين. المجموعه ديت تحس ان في بينهم انسجام حتى لو في اختلاف في الاراء في بعض الاحيان، طبيعي. لكن في الاخر بندور على المصالح العام وبنحاول نطبقه. هو ده سر نجاح المنظومه دلوقتي. ديفيد ديفيز ودوره الحقيقه مع الفرقه، لسه كنت بتكلم فمحمد مجدي حتى حكى لي قصه كده حصلت، ان هو بيعرف يفرق كويس جدا جدا ما بين الملعب وبره الملعب يا كابتن ياسر. جدا. جدا الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. حتى لو حصل خلاف نقطه معينه في الشغل فهو في اطار الشغل. ملوش دعوه بالعلاقات الخارجيه او ولمصلحه الشغل كمان طبعا. بالظبط. بالظبط. لا يعني شخصيه جميله، وفعلا احنا بنتعلم منه حاجات كتير. يعني هو حتى ما بنتكلم، لما كنت بتكلم معاه في قطاعات الناشئين والكلام ده كله، وازاي قال لي احنا محتاجين ننقل الثقافه ديت للقطاعات اللي تحت. يبقى الهاندبول، قطاع الهاندبول كله عنده نفس الثقافه اللي احنا بنتعامل بيها في الدرجه الاولى. فدي برضو يعني شيء ما هوش سهل. لا طبعا محتاج جهد كبير طبعا، وان شاء الله احنا بننسقه معاه بحيث ان احنا نعمل ورش عمل لتطوير القطاعات والجهاز التدريبي والاداري والكلام ده كله ان شاء الله يعني. كابتن ياسر، اخيرا السوبر جلوب، عندنا 3-4 ماتشات في الدوري وبعد كده السوبر جلوب، كيف يستعد النادي الاهلي لهذه البطوله خصوصا في ظل مجموعه اعتقد ان هي يعني برشلونه احنا كنا لسه بنلعبه خسرنا فرق 4، وكانت برضه ريمونتادا من وجهه نظري في الشوط الثاني وكنا زيعينها هنا على شاشه قناه الاهلي. النور فرقه النور السعودي فريق قوي جدا برضه وعامل تدعيمات قويه جدا. شايف البطوله دي ازاي؟ في ظل ان النادي الاهلي يا كابتن ياسر دايما مهما كان اسم البطوله اللي احنا داخلينها دايما بنسعى ان احنا نفوز. ده اكيد طبعا. احنا هنلاعب فرق كتيره، فرق برشلونه وفرق بطل اوروبا وبيضم عناصر كلها منتخبات العالم، يعني باكين منتخب فرنسا من احسن باكات في العالم، سنتر هاف نفس القصه، كل مركز هتلاقي واحد من فرقه يعني او من منتخب من المنتخبات المصنفين عالميا، فانت بتلاعب يعني فعلا منتخب تقيل، فرقه تقيله، منتخب العالم تقريبا يعني. لكن
الملعب بقى يعني ظروف الملعب ما حدش عارف. طبعا لو احنا بنتكلم على الورق فرقه تقيله جدا مصنفه عالميا كلهم لعيبه من الكاتيجوري ايه، ولكن الملعب ممكن الامور تتغير زي ما احنا شفنا كده في نهايه الماتش المباراه بتاعت برشلونه. الفرقه عملت عوده للمباراه فهو عندما كان الفرق 8 و 9 محتاجين التوفيق بقى ومجهود اللعيبه ان شاء الله. كابتن ياسر انا مش شيء مستحيل يعني، لا 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 يوجد مستحيل مع النادي الاهلي، عمرنا ما بنفكر بهذا الشكل. ولكن في النهايه كابتن ياسر انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله، وان شاء الله نجيبك يعني تبقى حضرتك معانا في اخر السنه وبطولات كثيره جدا جدا لفريق كره اليد، ومجهود كبير جدا للكابتن ياسر لبيب الحقيقه رئيس جهاز الهاندبول في النادي الاهلي الحقيقه، وواحد من اعتقد كابتن ياسر يا مجدي من الناس اللي كل عائله الاهلي او عائله الهاندبول بتحبه. طبعا كابتن ياسر الناس بتحبه من هو لعيب ايوه لحد ما هو بقى مدرب دلوقتي رئيس الجهاز، الناس كلها بتحبه، احنا بنحبه كلاعيبه، فهو لا بصراحه محترم. علاقتكم بيه يا جدو يعني كابتن ياسر برضو من الجيل اللي ممكن ما اعرفش انتوا اتفرجتوا عليه ولا لا، ولا لكن كابتن ياسر من الجيل اللي هو نجوم الكبار الاساطير في الهاندبول. طبعا كابتن بيبو يعني بالظبط بيبو الهاندبول لا بجد اتعاملت مع كابتن ياسر وبصراحه يعني كان بيتعامل معايا يعني كأنه اخويا الكبير او زي باباي يعني بصراحه لا هو بيتعامل معانا بكل حب واحترام وكل حاجه بصراحه يعني ما بيأثرش في اي حاجه. محمد الكابتن ياسر برضو خليه عشان يبقى انتوا الثلاثه اتكلمتوا عنه، كابتن ياسر يعني كيف تتعامل بما انك من الكبار مع الفريق، انت كيف تتعامل مع هذا النجم الكبير لما تعوز حاجه بتروح له بتعمل ايه؟ هو كابتن ياسر طبعا شخصيه محترمه جدا وهو اللعيبه بتحترمه جدا، بس هو بروفيشنال جدا في شغله. هو النواحي الاداريه كرئيس جهازه كده بيقوم بيها على اكمل وجه. مستر ديفيد هو اللي ماسك جزء الهاندبول طبعا الفني، مفيش اي حد بيتدخل في عمل حد، وده عمل مؤسسي في النادي الاهلي، فهو كابتن ياسر بيبقى موجود معانا فتره. هتطلع مدرب كويس على فكره مش بهزر، ممكن مدرب حراس بقى لا ما خلي بالك يعني انت عارف مره عصام الحضري واحنا كنا بنتكلم قال لي انا مش عايز يعني قبل طبعا واحنا بنلعب يعني قال لي انا مش عايز اطلع مدرب حراس مرمى، قلت له قال لي مدرب عام مثلا او عايز ابقى مدرب حراس مدرب حراس بالظبط لا هو طبعا كابتن ياسر يعني شخصية محترمة جدا وهو بيبقى موجود معانا فترات كبيرة يعني وعلى طول بيتابع الفرقة يعني بشكل طيب. مستمر. السوبر جلوب بتفكر ازاي؟ انت أول مرة هتلعب أعتقد في السوبر جلوب بتفكر ازاي؟ هو يعني بصراحة برشلونة والنور والعالم كله بيكون بيتفرج تقريبا، كل اللي بيهمه كرة اليد بيكون بيتفرج على هذه البطولة. طبعا البطولة دي حلم لأي حد يلعبها بجد والله يعني سوبر جلوب اي حد نفسه يلعب كاس عالم انديه بس احنا دلوقتي عندنا الدوري مركزين فيه طبعا لما يجي وقته. سوبر جلوب انت حلم من وانا صغير بحلم ان انا اروح العبها والحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونروحها. هتقابل برشلونه بس احنا قابلناها فالرهبه مش هتبقى قوي، هي الرهبه بس هتبقى اللي انت زي الماتش الودي طبعا بس هو فكره سوبر جلوب رعب برضه بصراحه يعني طبعا كاس عالم انديه واول كاس عالم انديه العبه ف هتبقى خايف بس دافع طبعا ان انت تعمل اللي عليك واكتر من اللي عليك كمان وان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. انت عارف يا جدو 90% 99% اول ماتش تلعبه برضه او اول كاس عالم صح؟ هتلاقي الجمهور في السعوديه يعني اكتر جمهور هو جمهور الاهلي. انا كنت يعني كاس عالم الانديه اللي فات اصلا يعني كنت المفروض ان انا كنت ممكن اروح مع الفريق. انا بعد ما رجعت من افريقيا كنت هنا برضو مع كابتن هيثم وقال لي ايه اللي نفسك فيه، فقلت له نفسي ان انا ابقى مع الفريق الاول والعب افريقيا وكاس عالم انديه فالحمد لله يعني الخطوه الاولى اتحققت ولعبت افريقيا الحمد لله وخدنا افريقيا وهو يعني كاس عالم انديه جاي وان شاء الله نستمتع بيه ونعمل حاجه تشرف النادي وتشرف كل جمهور النادي الاهلي. كابتن محمد اعرف برضو رايك في وجود النادي الاهلي في هذه البطوله العالميه الكبيره. هو طبعا اي بطوله النادي الاهلي بيكون موجود فيها هو بيضيف للبطوله لجماهيريه البطوله وتسويقيا وكل حاجه خصوصا ان هي في السعوديه فاحنا السنه اللي فاتت كنا بنلعب برضه في السعوديه الصاله كانت متقفله يعني بجمهور الاهلي وجايين من بلاد تانية غير السعوديه صحيح
فطبعا اي بطوله الاهلي موجود فيها هي البطوله بتنجح بسبب وجود النادي الاهلي وبسبب وجود جماهير النادي الاهلي. صح. فده بيبقى الموضوع ليه طعم تاني وطعم مختلف برضه يعني. في السوبر جلوب بالذات في السعوديه لا الموضوع بيبقى الناس بيبقى عندها شغف كبير قوي ان هي تشوف النادي الاهلي، وبتكون موجوده طبعا ناس في غربه وفي بلد تانية ما بيصدقوا ان النادي الاهلي يجي لهم عندهم، فدي بتبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لهم. احنا بنتبسط قوي بالاجواء هناك بصراحه يعني، الاجواء بتبقى مختلفه. الاجواء بتبقى حلوه قوي يعني. السنه اللي فاتت الموضوع كان مختلف جدا بصراحه يعني. الحقيقه يعني شرفتونا ونورتونا وسعداء جدا بوجودكم معانا يعني. طبعا هيقوموا يقفوا دلوقتي وهتشوفوا هتبقى على الموضوع صعب جدا، ولكن في النهايه احنا بس كان عندهم ماتش النهارده وجبناهم بالعافيه والله يا جماعه، لكن يعني وجودهم الحقيقه بالنسبه لنا النهارده كان ممتع للغايه. ان انا بتشوف نجوم كبار في النادي الاهلي، هم صغيرين في السن ولكن كبار الحقيقه في عدد البطولات اللي خدوها، في التفكير زي ما حضراتكم شايفين في طريقه الكلام حاجه محترمه جدا جدا. ان شاء الله دايما يبسطونا خلال الفتره الجايه. انا بشكرك جدا يا محمد، وان شاء الله تيجوا معانا اكتر واكتر خلال الفتره اللي جايه في بطولات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. عايز تقول حاجه للجمهور؟ اتفضل. لا احنا عايزينهم بس يبقوا في ضهرنا الفتره الجايه عشان عندنا اسبوع تقيل. الاسبوع الجاي عندنا بانكو سبورتنج، فمن قتل الفرقتين برضه في مصر تقال، فاحنا عايزينهم يبقوا في ضهرنا كالعاده، وربنا يكرمنا ان شاء الله. جد ولا حاجه برضه شرفت بحضرتك بس ان انا كنت مع حضرتك. وتاني حاجه احب طبعا يعني اشكر كل الجهاز على دعمه لينا، واشكر كابتن ابراهيم المصري طبعا يعني الاسطوره بتاعتنا طبعا مثلي الاعلى. وبصراحة يعني إن شاء الله نكون قد المسؤولية ونفرح كل جمهور الأهلي. كابتن محمد. طبعا بهدي بطولة أفريقيا دي للجمهور الأهلي اللي أنا واحد منهم أصلا يعني من وأنا صغير يعني. أنا أيام لفيت ورا الفرقة أصلا في كل الاستادات. بالظبط يعني. فهم كانوا في ظهر الفرقة في أصعب فترات الفرقة في السنين اللي فاتت، هم لسه مكملين دعمهم لينا، وهم دايما ان شاء الله في ظهرنا، واحنا بنعمل كل حاجه عشان نساعدهم يعني ان شاء الله. تابعوا السله وعاملين برضه انجازات كبيره جدا ان شاء الله. ربنا يكرم يوم الاربعاء ونستطيع ان نصل الى المباراه النهائيه ونفوز بهذه البطوله. انا بشكركم جدا، شرفتونا ونورتونا. شرفنا جدا. سعداء جدا بوجودكم معانا النهارده، وان شاء الله احتفالات كثيره خلال الايام القادمه ان شاء الله. بشكركم جدا. حقق المراد. هقف عشان لما يقفوا هتعرفوا الفرق اللي انا فيه، هتعرفوا انا عامل ازاي. شكرا يا محمد، الف مبروك. شكرا يا محمد، ربنا يخليك جدا. متشكرين. ادي حضراتكم شفتوا اهو انا كنت عامل ازاي في وسط الشباب. متشكرين جدا، شرفتونا ونورتونا وسعداء بيكم. شكرا. بشكركم شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هيبقى معانا النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. هنروح بقى للكوره شويه وهنتكلم عن الكوره بعد هذه الاحتفالية البسيطة جدا. نطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن أمير عبد الحميد. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد. تشرفنا النهاردة في جزء مهم جدا في هذه أو في البيت الكبير النهاردة. ازيك يا نجم مصر حبيبي كابتن إسلام؟ نورك والله. سعيد جدا انا معاك النهارده. وانا اسعد طبعا اكيد، وانا في قناه النادي الاهلي بيتي طبعا. أكيد. بيتك مش ضيف ولا حاجه طبعا. خليني ابدا معاك يعني بالتهنئه لفريق كره اليد اللي كانوا موجودين معانا الحقيقه، وفوزهم بالبطوله رقم 6، البطوله الافريقيه رقم 6 في تاريخ النادي الاهلي، اعتقد حاجه ممتعه جدا كاهلاوي يعني. اكيد طبعا يعني الواحد يعني بينتمي للنادي الاهلي، اكيد كل الالعاب يعني تبقى شرف كبير جدا انك انت بتنتمي للنادي الاهلي وتاخد بطولات. دي حاجه بتبقى كبيره جدا. ولعيب الكوره زي لعيب التنس زي الهاندبول زي الباسكت زي الطايره زي التنس طاوله، عارف ان هو لما بيدخل بطوله بيلعب باسم طبعا بيلعب باسم النادي الاهلي، فطبيعي ان هو بيلعب على التتويج زي ما فريق الكوره بيلعب على التتويج، فريق الباسكت للهاندبول، كل الفرق اكيد بتتابع الماتشات الهاندبول يعني. بتتابع كله ولا انت الكوره بس؟ لا بتابع طبعا، لان انا عندي عبد الرحمن حميد حارس مرمى ده حبيبي جدا. وبتابعه حتى بطمن عليه على طول، ربنا يشفيه ويرجع ان شاء الله. بس ورجع الايام اللي جايه هيلحق ان شاء الله السوبر. يعني من الحراس اللي هم ليهم مستقبل، الكلام ده كان من فتره كبيره جدا وانا عارف الكلام ده كويس، فطبيعي ان انا الواحد بيتابع يعني. بص يا كابتن اسلام، الواحد اكيد طالما بينتمي للنادي الاهلي بتتابع اي حاجه تبع النادي الاهلي، لازم اي بطوله اي حتى الناشئين. يعني انا كنت بتفرج قاعد في البيت، فتحت القناه لقيت ماتش زد والاهلي الاهلي وزد اللي اتغلبنا فيه 2-1. فاتفرجت عادي، بتابع كل بتابع كل اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي. وطبعا بمناسبه الناشئين اكيد بنتمنى ان شاء الله عمر سيد معوض يرجع تاني احسن من الاول ان شاء الله. يرجع ويبقى احسن من الاول باذن الله. فطبيعي حاجه كويسه جدا وشرف لينا كاهلاويه ان فريق الهاندبول او اي فريق او اي حد ينتمي للنادي الاهلي بياخد
البطوله اكيد بتبقى حاجه كويسه جدا. السله عندنا قبل نهائي البطوله العربيه ان شاء الله يوم الاربعاء لو ربنا كرمنا وكسبنا هنلعب النهائي يوم الخميس. وكالعاده جمهور النادي الاهلي عامل ملحمه الحقيقه في قطر في البطوله العربيه الحقيقه. ان شاء الله تبقى الملحمه تكتمل بالفوز بهذه البطوله. وقصه كمان يا كابتن اسلام ان الجمهور كمان ان هو بعد الماتش بيظبط المدرج وبينظف المدرج. دي حاجه كويسه جدا حاجه يعني بصراحه تليق باسم مصر وباسم النادي الاهلي. جمهور كبير في كل مكان. النادي الاهلي نادي كبير وليه جمهوره في على مستوى العالم. فاكيد حاجه كويسه جدا. بتمنى التوفيق يا رب لكل الفرق المشاركه سواء في النادي الاهلي اي حد ينتمي للنادي الاهلي في اي بطوله اتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نبدا معاك بالنادي الاهلي ورؤيتك لبدايات النادي الاهلي هذا الموسم حتى الان يعني. طبعا احنا النادي الاهلي طبعا اكيد بدا سيزون ببطوله سوبر الافريقي وما كانش فيه توفيق فيها. ولكن يعني من الظلم برضه انك انت بتلعب ماتش واحد فطبيعي مش 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 مقياس لان دي ماتش واحد. انا متاكد ان النادي الاهلي لو تعادل الماتش ده تاني اكيد الفرص اللي جت ما كانش فيها توفيق. اكيد في المباراه الثانيه كان هيبقى فيه توفيق. والنادي الاهلي طبعا لما يدخل بطوله اكيد بيلعب على المكسب دايما. ف لكن اللي يهمني على المستوى السيزون كله يا كابتن اسلام انت عندك بطولات كتير فطبيعي النادي الاهلي يبقى عنده سكواد كبير جدا. والحمد لله النادي الاهلي قدر يعمل صفقات كويسه جدا في بدايه السيزون. وفي نفس الوقت يعني دخول امام ومودست واكيد ورودا سليم اكيد كل الناس دي اكيد هتستفاد من النادي الاهلي وهتفيد النادي الاهلي. فيعني بدايه كويسه جدا. ويمكن قلت ان الساعات ممكن البطولات في البدايه ساعات بتخلي بس طبعا مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على البطولات دايما. ولكن ممكن تكون في بطوله في البدايه تخليك انك انت تريح شويه مع البطولات اللي النادي الاهلي واخدها قبل كده. فطبيعي ان اللعيبه ممكن تريح شويه ولكن ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. وممكن تكون رب ضارة النافعة زي ما بيقولوا انك انت تخسر بطوله كبيره زي السوبر. فاكيد لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وجماهيره بيجزوا على اسنانهم ان هو خلاص. وده اللي انا قلته. بدايه كانت قويه جدا في الدوري مع النادي المصري. يعني بصراحه النادي الاهلي انا متوقع ان كل ماتش مش اقل من 2 3 اهداف لان عندك الجزء الامامي قوي جدا. الجزء اللي من خلف كمان ناس نص الملعب بتكمل زياده بتعمل زياده عدديه بتجيب جول. فانا شايف النادي الاهلي السنه دي فريق قوي. بدا الدوري كويس سكواد كويس. طبعا سكواد كويس جدا. وكان في ناس بتتكلم على ان في فرق فيها سكواد كويس وهي بتبقى رقم واحد. لا انا شايف النادي الاهلي هو اقوى. طبعا بعض الفرق دعمت وعندهم لعيبه كويسه جدا ولكن النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي وباللعيبه اللي موجوده بجمهوره العظيم اللي موجود اكيد بمسانده الاداره. فبدايه كويسه جدا للنادي الاهلي. وفي توقف اكيد مستر كولر اكيد هيعيد حساباته. الناس اللي كانت مصابه هترجع تاني ولان السيزون لسه طويل. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مصري واسماعيلي 4-3 اعتقد ما فيش احسن من كده خصوصا انت بتلعب فريقين كبيرين سواء طبعاً. المصري او الاسماعيلي. يمكن الاسماعيلي من احسن الماتشات اللي عملها اتغلب 3 ولكن من احسن الماتشات اللي عملها. اكيد طبعا كابتن اسلام انت بتبدا سيزون مع فريق مصري فريق برضو كبير وجهاز فني على اعلى مستوى كابتن علي ماهر وجايب لعيبه كويسه جدا برضو. وعارف اللي هو ايه شغال من 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 يعني في الدره زي ما بيقولوا كده ما اعلنش كتير جدا شغالين. كابتن علي ليه اسلوب طبعا ان هو يقول لك انا هقفل على فرقتي وما اكلمش كتير عشان ايه. حتى خلي بالك كابتن اسلام في الماتشات الوديه كابتن علي ماهر ما بيلعبش فرق على مستوى في ليفل 1 زي ما بيقولوا على اساس ان مفيش حد ياخد باله من الخط اللي بيلعب بيها واللعيبه اللي موجوده والكلام ده كله ده قافل على الفرق. فطبيعي النادي المصري بدايه سيزون عنده لعيبه كويسه جدا. النادي الاهلي طبعا زي ما قلت الاخفاق في البطوله الافريقيه السوبر الافريقي فاعتقد خلاه يسن السكاكين زي ما بيقولوا. بدايه كويسه جدا بتلعب فريق كبير بتكسبه باهداف كتيره ومضيع فرص كبيره وبعديها على طول نادي الاسماعيلي. فانا شايف ان دول كمان فرق قويه برغم يعني نادي الاسماعيلي اكيد عنده مشاكل ممكن القيد مش عارف يجيب لعيبه ولكن يعني. طبعا انت بتتكلم دايما يا كابتن اسلام ماتشات النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي او النادي المصري او الفرق الجماهيريه اكيد بتبقى ليها طعم خاص. فانا شايف ان البدايه ولا اروع زي ما بيقولوا. بص جمهور عظيم النادي الاهلي مساند في كل مكان. عندك لعيبه كويسه جدا. لعيب بيمشي لعيب مهم بيجي لعيب مهم تاني. فانا شايف ان النادي الاهلي شغال صح. كل الناس بتشتغل
كويس. النادي الاهلي مش بيجيب صفقات وخلاص، بيجيب في الاماكن اللي هو محتاجها. فانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله اتمنى له التوفيق وهيقدم مستويات كويسه مع مستر كولر. كل الناس لعيبه بتتطور ادائها، لعيبه بتدخل على طول. واحد زي علي واحد زي ماهر امام عاشور دخل بسرعه صحيح يعني وجاي من يعني من من مستوى عالي، وهو لعيب كبير. وشفناه على مدار التاريخ ان اي لعيب بيخش النادي الاهلي ما بياخدش وقت، بيدخل على طول. الصفقات الجديده كلها، فاتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. من وجهه نظرك اتمرنت مع مانويل جوزيه، بتشوف ان في سمات مشتركه ما بين كولر وجوزيه؟ ايوه طبعا، وقلت الكلام ده من فتره كبيره جدا. الراجل طبيعي كابتن اسلام، اي مدرب لما بيجي اكيد بيدرس مصر، بيدرس النادي الاهلي كويس، بيبقى عارف بيشوف الامور ماشيه ازاي، بيشوف الناس بتفكر ازاي، مش عارف كويس جدا قيمه النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي دايما بيلعب على البطولات. النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا، عنده جمهور كبير، فطبيعي ان هو بيبقى عامل حساب كل الكلام ده. بيجي بيدرس اكيد بيبقى عامل حسابه في اللعيبه اللي موجوده، بيشوف اللعيبه، بيتعرف. هو كمان كوتش ملعب زي ما بيقولوا، يعني في مدرب ممكن يعمل شغل كويس في التدريب ولكن مش كوتش ملعب. مستر مانويل جوزيه كان مدرب كويس وكان كوتش ملعب وكان عنده خبره كبيره جدا. والناس لازم تفهم يا كابتن اسلام ان المدرب مش فني بس، لا، فني ونفسي. الراجل بيتعامل بشكل كويس جدا مع كل اللعيبه، اللعيبه كلها جاهزه في اي وقت. انت بتشوف الروح عامله ازاي، كل اللعيبه اللي ما بيلعبش واللي بيلعب كله روح واحد، ما حدش بيعترض، بيعرف يلم الدنيا زي ما بيقولوا، بيتعامل معاهم بشكل كويس جدا، بيدي فرص للناس، بيعمل تدوير كتير في بعض الماتشات، ممكن بيستقر على التشكيل وفي اوقات معينه بيريح بعض الناس. فانا شايف ان هو امتداد لمستر مانويل جوزيه، وراجل لما جه خد بطولات مع النادي الاهلي ولسه هيستمر ان شاء الله في البطولات. رايك في بدايه الشناوي؟ بدايه الشناوي مش من النهارده يا كابتن اسلام، بدايه الشناوي من 4-5 سنين. الراجل كان موجود في الموسم يعني ماشي، موسم طبعا بيكمل، ما هو الموسم ده بيكمل التالق اللي هو فيه، بيلعب بقاله 4-5 سنين اساسي بشكل اساسي مع النادي الاهلي، مع منتخب مصر، مع لعب اولمبيات، لعب كاس امم افريقيه، لعب كاس العالم. فانا شايف ان هو يعني يعني بيتطور مباراه عن مباراه، بيتالق من مباراه عن مباراه. وزي ما قلت قبل كده ان الناس كانت بتهاجمه كتير في بعض الاوقات، لان الناس اللي هي مش عايزه النادي الاهلي او الشناوي يعني يبقى مستمر في التالق، فطبيعي ان بيجي في ماتش مثلا ممكن يكون مش موفق في هدف، او ممكن في كوره مثلا طلع غلط او حاجه الناس كلها توقع فيه. فانا شايف ان هو من اميز الحاجات اللي فيه، والتطور اللي هو حصل للشناوي، عقليته اكيد نضج لما غير لما كان معانا واحنا صغيرين، وهو صغير اكيد نضج، واكيد عرف قيمه النادي الاهلي، عرف قيمه ان هو لما مشي من النادي الاهلي ورجع تاني في ظروف انه يلعب يبقى رقم واحد، اكيد ده خلاه يتطور بشكل كبير جدا. عارف ان هو كابتن النادي الاهلي، راجل ما بيفرحش بعد كل مباراه، بيفرح بعد البطولات، بعد التتويج، وهو ليدر زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت مركز جدا، باعد نفسه على السوشيال ميديا ومركز. انا عاجبني الحاله اللي هو فيه، ومش عايز طبعا يعني انسى طبعا علي لطفي لما كان موجود، النهارده مصطفى شوبير وحمزه علاء شفناه في المنتخب الاولمبي، مصطفى مخلوف. شايف ان المجموعه اللي موجوده، اعتقد الحراس الموجودين، اعتقد هيستفادوا من خبره الشناوي زي ما احنا كنا بنستفاد من كابتن نادر او كابتن حضري. فطبيعي اللعيبه، وشفنا مصطفى شوبير قبل كده في مباراه تقيله، مباراه نهائي افريقيا، مباراه مش سهله ان حد يبقى يستحمل الضغط العصبي اللي موجود فيها. ولكن انا شايف ان مستر ميشيل كمان يعني عامل شغل كويس جدا، وبيتعامل. اسالك عن التعامل بتاعه. متعامل نفسي، متعامل فني، شفت بروح بنفسي النادي، بشوفه، بشوف اداؤه في التدريب، بشوفه وهو بيتعامل مع الحراس الاربعه اللي موجودين بشكل مميز جدا. فانا شايف ان هو جهاز متكامل، ومعاهم طبعا قبل كده كابتن سيد عبد الحفيظ، النهارده كابتن خالد بيبو طبعا دخل يعني بخبره جديده، واتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويستمر في التالق والبطولات اللي هو طبعا معروف عن كواحد ليدر، كواحد مسؤول اداري في النادي الاهلي. فانا شايف كابتن سامي قمصان موجود طبعا بشكل مستمر، واكيد ليه دور كبير جدا. فانا شايف ان يعني المجموعه، الجهاز الفني، الاداره، الجمهور، شايف ان النادي الاهلي مركزين جدا، اللعيبه مركزه، كله مركز انه مستني اي فرصه. فده طبعا بالنسبه لموضوع الشناوي، فانا شايف ان هو يعني مش حاجه جديده على الشناوي في التالق، ولكن اتمنى ان ربنا يحفظه ويحفظ كل اللعيبه، لان طبعا النادي الاهلي سيزون كبير جدا، فمحتاجين كل لعيب يعني الفتره الجايه.
مارسيل كولر قادر يخلق الدوافع، بمعنى ان هو ممكن النهارده يلعب اسلام باكرايت، بكره يلعب محمد هاني، بعده يلعب خالد عبد الفتاح، وبالتالي هو قادر يخلق الدوافع دي. اعتقد ان ده انا ما شفتوش من ايام مانويل لغايه دلوقتي. يعني احنا كانوا هم 11 12 لعيب، ولكن كان عندنا يعني المجموعه اللي كانت بتلعب كان عندهم دوافع كبيره جدا. اكيد الدوافع موجوده لدى لعيبه النادي الاهلي على مدار التاريخ، ولكن مستر كولر زي ما قلت لك هو ذكي جدا، عنده لعيبه كتيره جدا. لو انت مش مدرب ذكي وقوي وبتلعب او ماسك او مسؤول فني فريق كبير زي النادي الاهلي، اعتقد الامور هتبقى مش مظبوطه. ولكن هو عنده شخصيه قويه جدا، عنده مركز جدا جدا في الجيم، عارف النقطه الضعف والقوه، او ممكن يكون في لعيب مش في حالته يعمل ايه عشان يخليه في حالته. عارف ان اللعيبه اللي موجوده كلها على مستوى عالي، مخلي اللعيبه كلها مرتاحه نفسيا، مخلي اللعيبه كلها جاهزه بدنيا وذهنيا وفنيا. فانا شايف، وطبعا الجهاز الفني اللي موجود المساعدين معاه اكيد لهم دور كبير جدا، فانا شايف ان هو من ذكائه بيعرف يعمل تدوير، بيعرف يحط اللعيب امتى، بيعرف يستنى امتى. فدي حاجه كويسه، لان هو عارف ان السيزون كبير يا كابتن اسلام، عندك بطولات، عندك كاس عالم انديه، فانا شايف ان اللعيبه كلها لازم تكون جاهزه، وده اللي انا شايفه بصراحه. يعني حتى التدريب لما بروح التدريب بلاقي اللعيبه مركزه تركيز غير طبيعي، زي الماتش اللي بيحصل في التمرين بيحصل في الماتش، شغل التمرين شغل الماتش، كل الناس مركزه. انت بتخلص شغل في الملعب، بتطلع تعمل حاجه بدنيه، وبعد كده تنزل تاني ملعب. فانا شايف ان هو ميزه وحاجه كويسه جدا ان هو يعمل تدوير في التيم، لان ده الطبيعي، لان الناس كلها لازم تكون جاهزه. في ناس مصابه زي اكرم لسه راجعه، اكيد برضو عامل حسابه في القصه دي، وان شاء الله اتمنى امام كمان يرجع بسرعه، والحمد لله اطمئن ان هو يعني حاجه في الانكل خفيفه ان شاء الله، اسبوع في الرجوع بعد الراحه اكيد هيكون متواجد. فانا شايف ان هو مدرب ذكي، عارف قيمة البطولات، خلاص دخل في قلوب الجماهير النادي الأهلي من أول مرة، بيكمل التألق بتاعه، وعارف إن خلاص ماتش خلص بيبص لبعديه، بطولة بتخلص بيخش اللي بعديها. فأنا شايف إن هو يعني مميز جدا جدا مع النادي الأهلي مستر كولر. شفنا رغبته أيضا في الاعتماد على بعض الناشئين، أحمد حسن كوكا، زعلوك، برضو كريم الدبيس. طب هو زي ما قلت لك، أنت عندك هو يعني مش مثلا كان ممكن يقول لك ايه خبره بس، او حد مش عارف ايه، او هاتولي صفقات من بره. لا، وخلي بالك عمر سيد معوض كان موجود من الناس اللي كانت موجوده. انا شايف في لعيبه، انا حتى لما رحت الناشئين اتفرجت في لعيبه في 2005 كتير، لعيبه كويسه جدا. في لعيبه في 2003 كويسه جدا جدا، دول كمان ليهم مستقبل، واكيد هو متابع. واكيد طبعا كابتن وليد سليمان مع كابتن خالد بيبو، كابتن خالد بيبو كمان عنده رؤيه وعنده خبره في الناشئين، وعارف اللعيبه اللي موجوده. مستر كولر عمل فتره اعداد السنه دي في النمسا، جاب كل الناس، جاب اللعيبه الصغيره، وشاف زعلوك، وشاف كل اللعيبه اللي موجوده. اكيد عنده حسابات معينه، اكيد هيدي فرص لناس معينه. شفنا زعلوك، شفنا يعني الناس كلها بتتكلم ان كان مثلا كان يطلع ناس تانية، فهو يعني مستني وبيحط اللعيب في الوقت المناسب. شفنا مودست يعني ما بدأش بيه قوي، بعد كده اداله شويه، بعد كده ابتدى ياخد، ابتدى يدخل ينسجم مع الفريق. هو عارف بيحط اللعيبه امتى، هو مع اللعيبه زي الشطرنج، هو اللي بيحرك اللعيبه اللي موجوده. وزي ما قلت لك كابتن اسلام، اللعيبه كلها جاهزه، اللعيبه مركزه، وهو كمان مركز يعني على الخط، عارف الدنيا، شايف عنده رؤيه ان اللعيبه امتى يغير، امتى غير تغيير واحد، امتى غير ثلاثه، امتى اعمل تغيير في الملعب. ده مهم جدا يا كابتن اسلام، التدوير في الملعب، ان انا احط مين مكان مين، واحط ده 10 هنا، واحط ده 8. طب مثلا واحد زي حمدي فتحي مثلا من البدايه خالص لما مشي، لعيب مهم جدا، فانا عايز حد في الحته دي، مين اللي موجود؟ واحد زي امام عاشور اكيد لعيب كبير جدا. فانا شايف ان هو يعني مركز ومستمر كويس، وانا لما بروح النادي بتفرج لعيبه بصراحه. طيب بما انك بتروح النادي وبتتفرج، ايه اهم الملامح الفنيه والاستراتيجيه لمارسيل كولر، وايه هي اهم السمات الشخصيه عنده؟ اولا هو دايما مبتسم جدا، وفي نفس الوقت مركز جدا، بيروح بدري جدا جدا النادي، بتروح تلاقي كابتن اسلام الشغل مرصوص في الملعب بشكل كويس جدا، مثلا قبل التدريب بحوالي
ساعتين ثلاثه، بيعمل اجتماع مع اللعيبه، مجمع اللعيبه قبل التمرين بحوالي ساعه، بيقعد مع الجهاز الفني بيشوف الماتشات اللي فاتت، بيشوف الماتشات اللي جايه، متابع بشكل كبير جدا كل الحاجه، ومركز في الماتش اللي جاي، مركز في البطوله اللي جايه. فانا شايف ان هو يعني مستمر بشكل كويس، خلاص عارف قيمه النادي الاهلي، عارف النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، وهو مميز بالنسبه للبطولات اللي هي النادي الاهلي دخل فيها، باستثناء طبعا ماتش السوبر الافريقي، وكان في بدايه السيزون، وفي نفس الوقت كان ما كانش فيه توفيق للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي اول ربع ساعه ثلث ساعه، النادي الاهلي كان انا متاكد ان كره بكهرباء، وفي كام كره امام برضه سدد كان يقدر، لو جه الهدف الاولاني او الثاني كان الماتش فتح، ولكن التوفيق ما كانش في صالح النادي الاهلي في المباراه. امبارح كنت بتكلم في هذا الامر، امبارح كنت بقول انه الإدارة المحترفة وبالتالي بتعمل لك اللي أنت عايزه، وبالتالي أنت مفيش حاجة في دماغك غير أن أنت تشتغل تشتغل وتشتغل فني فقط. وده يمكن اللي كنا بنشوفه من أيام مانويل جوزيه لغاية دلوقتي، أو من زمان يعني زمان. أنا بتكلم على عصر حضرتك عصرته وكنت موجود فيه. وبالتالي هل بتعتقد أن الإدارة الناجحة اللي شغالة دلوقتي هي ليها سبب رئيسي في اللي احنا وصلنا له؟ أكيد يا كابتن إسلام، أهم شيء في الإدارة الناجحة كابتن إسلام مش في النجاح بس، في لما يعدي عليك وقت صعب، لما تخسر بطولة صعب، ده الأهم صح؟ الأهم طبعاً. إدارة النادي الأهلي بتدخل في الموضوع ده من أيام الجيل بتاعي، من أيام كابتن صالح سليم كان موجود، كابتن حسن حمدي كان موجود، كابتن خطيب، فبالتالي بيكتسبوا خبرات ده من ده من ده. صحيح. النهاردة انا اتذكر في 2002 او 2003 كان النادي كان بيمر بظروف مش كويسه، وفي نفس الوقت كان خساره الدوري اعتقد بالظبط الافريقيه بالظبط، جه كابتن خطيب وكان معانا في الملعب، وكان الجمهور كان اعتقد امين صندوق او عضو حاجه كده، كان موجود في النادي الاهلي، وكان ساعتها كابتن فتحي مبروك هو اللي تولى المسؤوليه كاس مصر. كابتن خطيب جه جمعنا وجاب دخل الجمهور، كان جمهور غير دلوقتي خالص، ما فيش حد بيدخل دلوقتي، الاول كان في جمهور، كان بيخلينا نواجه الجمهور، وكان بنعتز للجمهور، وكان بيفصل تماما الحته النفسيه، الضغط النفسي على حتى واحنا في اليابان كان يحصل مثلا ماتش مش موفقين فيه او حاجه، كان بيبقى في اجتماع، هو دايما الاداره بتشيل كل الضغوطات اللي على اللعيبه، ودي ميزه، ده اهم الاساس، ده الاساس اللي هو في النجاح، انك انت النهارده في ماتشات صعبه او في بطولات صعبه، الاداره الناجحه اللي هي بتبقى ذكيه جدا، يقدر يشيل الضغط النفسي اللي على اللعيب، ده من اهم حاجه، من اهم الايجابيات اللي موجوده. بعد كده بيجي مثلا كابتن خطيب او الاداره، لما بيجي مثلا لعيب جه له عقد احتراف، بيشوف مصلحه النادي، بيشوف مصلحه اللاعب، بيجي طبعا مع مستر كولر، مع الجهاز الفني، انت رايك ايه؟ انت كابتن اسلام مثلا النهارده جاي له عرض، هتعمل ايه؟ رايك ايه؟ لا مش موجود، خلاص يا كابتن اسلام، والنهارده الراجل محتاجك وكذا كذا. طيب انت واحد زي حمدي فتحي مثلا جاي له عرض احتراف، ايه رايك يا مستر كولر؟ طب في بديل؟ مين؟ كذا، خلاص اوكي نوافق. بيشوف مصلحه النادي، بيشوف تقدير اللعيب اللي هو اخلص للنادي الاهلي، النادي الاهلي على السنوات اللي هو مر بيها ساعه ما انضم للنادي الاهلي. فالمنظومه عامه يا كابتن اسلام، إدارة، جهاز فني، دلوقتي بنشوف إدارة تخطيط، بنشوف النهاردة كابتن خالد بيبو موجود، أكيد عنده خبرات، أكيد هيستفاد خبرات أكبر في السنوات اللي جاية. فأنا شايف إن الإدارة طبعا كابتن خطيب ومجلس إدارة ولجنة التخطيط والناس اللي موجودة أكيد لهم دور كبير جدا، لما بيقعد مع مجلس إدارة بيجي في أول السيزون، هتعمل فترة أداء فين؟ طب إيه اللي يريحك؟ طب أنت محتاج لعيبه قد ايه؟ طب التوقف ده هتعمل فيه ايه؟ بيسال الجهاز الفني، والجهاز الفني بيقول له احنا عايزين كذا كذا كذا، وخلاص انت شغلك خلاص، الاداره ما بتتكلمش في الحته الفنيه، انت شغلك فني خلاص، انت اداري، شغلك اداري، اداره بتقف مع اللعيبه، مع الجهاز الفني، جمهور بيقف مع النادي في جميع الحالات، اكيد بتبقى منظومه ناجحه. واكيد طبعا ده اللي بيميز النادي الاهلي في افريقيا ودلوقتي في العالم كمان، النادي الاهلي على مستوى العالم، بطوله عالم الانديه. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي لما يشارك يعدي ان شاء الله، يوصل النهائي باذن الله. يوم الجمعه مباراه سيمبا التنزاني، شايف هذه المباراه ازاي؟ شايف ان هي طبعا تكمله للاستمرار النادي الاهلي فيه، انت يعني بتخش في مجموعه اكيد النادي الاهلي عارف الجمعه الجايه، يعني الناس تفتكر لا لا يعني اكيد في توقف في منتخب وكده في الرجوع يعني
انا شايف ان البطوله مش سهله، يعني الناس بتقول لك النادي الاهلي مجموعته صعبه سهله ومش عارف بيراميدز مجموعته سهله، لا انا صعبه. انا شايف النادي الاهلي هو هدفه البطوله. بنتكلم على سيمبا في الدوري الافريقي لسه. أيوة. دوري ابطال افريقيا ده حاجه تانية. ايوه انا شايف ان يعني النادي الاهلي اول ماتش هتلعبه في الدوري الافريقي هو ماتش سيمبا، وبالتالي هي مباراه لسه بدري. ولكن احنا يعني بنحب كده نتكلم دايما بما انك لعبت المباريات دي كتير. يعني هو كابتن اسلام سامي قلت النادي الاهلي ومستر كولر معروف ان خلاص انت بطوله عدت، بتشوف اللي بعديها ماتش دوري بيعدى، بتشوف بتفكر في اللي بعده. النهارده هو بيفكر في الراحه، اللعيبه ازاي اما ترجع من الراحه صح. هيشتغل ازاي، ازاي اللعيبه تبقى في راحه سلبيه قد ايه كام يوم، وبعد كده ايجابيه في الـ في الـ في, الـ في الراحه يعني يعمل ايه. واكيد الناس ليها شغل، الناس بتتعالج تتعالج كويس عشان تتعافى وترجع بسرعه. الناس اللي في المنتخب اكيد هترجع بمعنويات كويسه. فانا شايف الاستعداد هيبقى كويس جدا، ومش هيبقى مقلق بالنسبه لان في توقف وبعد كده النادي الاهلي يرجع، لان النادي الاهلي عنده سكواد كويس، عنده جهاز فني خبرته كويسه، لعيبه اصلا عندها خبرات، لعيبه دوليه طبعا. يعني اكيد علي معلول اكيد مع منتخب تونس، اكيد بيرستا، واكيد الناس اللي هي اللي موجوده اكيد هتيجي في الماتش قبليها مثلا ولا حاجه بيوم يومين، في علي وفي علي وديانج وقالوا ديانج كمان. فانا شايف يعني بس اكيد هم عندهم خبرات يقدروا يعملوا ريفرش لنفسهم، اكيد مش هيبقى مؤثر قوي لان انت عندك اللعيبه تقيله واللعيبه عندها خبرات، اكيد هتشيل القصه دي. الدوري اختيارات المنتخب هاخدها منك في الدوري، يعني بمعنى انه انت ثلاث اختيارات في المنتخب، محمد الشناوي لا خلاف عليه، مع يعني بما اننا بنقول ان هو افضل حارس مرمى في مصر والكلام ده، لكن محمد صبحي، ابو جبل، اعتقد ان هناك اختيارات افضل من على الاقل في الوقت الحالي. الاختيارات ده كابتن اسلام من بدري، يعني هو واخد القرار من بدري. مش حاجه اسمها كده يعني. لا هو مستعد، ده هو يعني هو واخد القرار من بدري. هو اخر معسكر فيه كان موجود شناوي، كان موجود ابو جبل، وكان موجود صبحي. مباراه تونس ابو جبل لعب، مباراه كان في اتذكر مباراه قبليها كان في مباراه مع المنتخب، شفنا صبحي كان على الورق رقم 2، بعد كده ابو جبل لعب ماتش تونس. فانا الاختيارات دي هو خلاص قال لك انا الناس دي موجوده. بس انا شايف ان ابو السعود ماشي كويس جدا، سعود مقاولين. مقاولين شفنا، لو انت هتبص للاختيارات دلوقتي فعواد اكيد مميز. لعب ماتش يعني مثلا زنفولي مثلا، ده يعني حارس مرمى لاعب ماتش كويس جدا، لاعب ماتشات كويسه جدا، 3-4 ماتشات وهكذا، وبعيد خالص ولسه صغير يعني تقدر تاخده. هو كابتن اسلام بص، هو الاختيارات المنتخب بيبقى ليها معايير معينه. ايه هي؟ ان انا دلوقتي بشوف اهلي وزمالك، وبعد كده بشوف مثلا الناس اللي موجوده. انا شايف ان من وجهه نظري كان اكيد احمد الشناوي كان يبقى متواجد مع المنتخب. انا شايف ان هو من الحراس اللي هي دلوقتي بتأدي بشكل كويس، مع بيلعب في افريقيا وبيستمر في الدوري وماشي بشكل كويس مع بيراميدز. فانا شايف ان الشناوي كان من الحراس اللي كانت تبقى موجوده. ولكن زي ما قلت لك كابتن اسلام، شفنا صبحي ما كانش موفق مثلا في اخر ماتش او ماتشين، لكن الاختيارات دي موجوده من قبل من كام يوم فاتوا، فبالتالي هو استقر خلاص على الشناوي وابو جبل وصبحي، فما كانش عنده ممكن. انا ما بفهمش يعني ايه استقر على اختيارات معينه، بمعنى ان انا بشوف ان انا امير النهارده وحش همشي امير واجيب اسلام. لو انا يعني هو قال في المؤتمر الصحفي ان هو عنده اقتناع بست حراس مرمى تمام، شيل الشناوي اتبقى خمسه تمام. مين هم بقى الخمسه اللي هو قال عليهم؟ ما قالش، ما اعرفش، مش قصدي. طيب هو بيثبت يعني بيهدي الناس شويه بالنسبه للاختيارات، لان الناس شايفه ان صبحي ما كانش موفق في اخر ماتشين، شايفه ان ابو جبل على فترات حارس هايل. بس طبعاً. انا قصدي ان الفتره دي مش بتاعته. الفتره دي ما زي ما قلت لك كابتن اسلام، طالما الفتره دي مش بتاعته وهو موجود يبقى خلاص الاختيار موجود، او عنده قناعه بصبحي ان هو جول كويس بس ممكن ما يكونش موفق، فهو من وجهه نظره ده عادي. بس ده كده بيظلم لعيبه ثانيه. ايوه ما هو بيظلم. لكن هو اعتقد من وجهه نظري ان الفتره الجايه كابتن اسلام اكيد في تغيير في المركز ده، في تغيير وناس هتنضم الفتره الجايه في حراسه المرمى. مين الاقرب؟ استبعادا الاقرب الشناوي، لان هو زي ما قلت لك احمد الشناوي عنده خبرات بيراميدز، عنده خبرات ولعب دوري قبل كده ومستمر مع بيراميدز بقاله فتره، بيلعب في افريقيا وبيلعب في الدوري وبيلعب في الكاس، بيلعب كل الماتشات. هيأثر المشكله اللي اتقال ان هو عملها في اول السنه احمد الشناوي، ان هو عايز رقم واحد والكابتن ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده تعرف الاجانب برضو بيبقى ليهم حاجات
عندهم عرق صعيدي كده بيبقى أيوه. صعب شويه. ايوه بس هي يعني يعني بتبقى حاجه مش ضروريه قوي او مهمه قوي ان المدير الفني مثلا ياخد باله من حته ان هو عايز رقم او مش رقم، بدليل ان الشناوي ولا في دماغه اساسا حاجه ولعب واحمد الشناوي خد رقم، مش دي القضيه. لكن انا بتكلم ان الفتره الجايه دوره طويل، احمد الشناوي مازال مستمر مع بيراميدز بيشارك، شايف ابو السعود ماشي بشكل كويس، الزنفولي لسه طبعا كان عنده اصابه مع البنك، ابو جبل مع البنك على فترات ساعات بيبقى متالق وساعات بيبقى فيه اخفاق، فعشان كده هو عنده قناعه بالثلاثه في الوقت الحالي. ولكن اعتقد من وجهه نظرك يا كابتن اسلام ان الفتره الجايه اكيد في تغيير باستثناء طبعا محمد الشناوي، شايف ان ممكن علي لطفي يخش، خلي بالك علي ماشي بشكل كويس مع زد، بيلعب بثقه شخصيته واللي اتعلمه في النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي وبادائه كمان، لان هو لعب دولي قبل كده كان موجود في المنتخب وكان في امبي كان رقم واحد بيأدي بشكل كويس مع النادي الاهلي، ادى بشكل كويس في زد راح مرتاح بعيد عن الضغوطات اللي كانت موجوده عليه في النادي الاهلي. فانا شايف ان علي ممكن يكون ليه دور الفتره الجايه، شايف ان ممكن ابو السعود يبقى ليه دور الفتره الجايه، شايف ان احمد الشناوي ممكن يبقى ليه دور الفتره الجايه في اختيار المنتخب. منتخب مصر ومباراتين وديتين الحقيقه سواء زامبيا او الجزائر، انا شايف بعض التصريحات كابتن حازم وروي فيتوريا بيقولوا انه لاحظ ان كل معسكر بيجي عدد من اللاعبين الجدد ولاعبين اصحاب اعمار صغيره وسعيد بلاعب مثل كوكا صغير في السن وبيقدم كره ممتعه. يعني ده كابتن حازم واتكلم ان المعسكر انه معسكر جيد ونفس الاجواء في افريقيا، بس طبعا هو ما يعرفش ان كوت ديفوار غير الامارات خالص. يعني ما اعرفش طبعا هرجع بس غير الامارات خالص، موضوع مختلف، جو مختلف وملعب مختلف ونجيله مختلفه النجيله بتاعت كوت ديفوار مش فاكر يا جدع، فاكر الماتش بتاع اسيك هو ده يتنسي الماتش ده يتنسي. فهرجع لقصه كوكا. اتفضل. قصه كوكا لازم يتشاف من بدري مش بس الاسماعيلي بالنسبه لاختيارات المنتخب. يعني هو دلوقتي كوكا راجل لا بس هو ما اختاروش على الاسماعيلي، ممكن يكون اختاروا على منتخب اولمبي ان هو لاعب في منتخب اولمبي كويس. والسؤال هنا كابتن اسلام بالنسبه لاختيارات، لو امام لقد يعني كانش طور كوكا كنا نشوفه منتخب؟ لا. طيب يبقى نازل النهارده تقصد ياخد امام وكوكا؟ ياخد الاثنين ليه لا؟ ليه لا؟ طالما هو انت بتتكلم على كوكا ان هو لعيب كويس، ما كوكا العالم كله عارف ان كوكا كويس من هو في الناشئين، من هو لما لعب مع النادي الاهلي، لما لعب مع المنتخب الاولمبي، ما هو معروف. لكن هل انت اختياراتك انك انت بتتكلم على كوكا بشكل مميز عشان انت في ماتش الاسماعيلي؟ طب ما هو راجل بيلعب في المنتخب الاولمبي وكان لازم يبقى موجود، لازم يبقى في موجود في الصوره من زمان ان هو يكون موجود مع المنتخب. فمش هينفع اتكلم على كوكا في الفتره دي. وعجبني تصريح كوكا ان قال لك انا لسه ما عملتش حاجه ولسه انا لسه ما فيش اي حاجه، ودي حاجه كويسه جدا، وده اللي اتعلمه من هو في الناشئين في النادي الاهلي، وتعلم لما يكبر يعني ايه بطوله خلاص انا خلصت بطوله وخش او ماتش ابقى كويس، ده طبيعي المفروض طبيعي لعيب في النادي الاهلي لازم يقدم شخصيه النادي الاهلي ويلعب بروح النادي الاهلي ويلعب بكل المميزات اللي محسوبه على النادي الاهلي، وهو لعيب مميز. فانا شايف يعني كوكا من اللعيبه الكويسه اللي هي مستقبل، وفرصه جات له مسك فيها بايده واسنانه زي ما بيقولوا، واختيار موفق ليه. ولكن زي ما انت قلت يا كابتن الامارات بيبقى ليها وضع مختلف تماما. ما اعرفش انا بشوف كده. طبعا انا مثلا النهارده لو انا عندي انا بلعب فريق الجزائر ومثلا عندي ماتش كوت ديفوار او بلد كوت ديفوار اي، لازم اروح معسكر مشابه شويه للبلد او الماتش اللي انا هلعب فيه. ولكن دي ليها حسابات معينه موجوده، الناس كلها في الصوره، رايح امارات برضو كل الناس في الصوره لازم تبقى متواجده، فموضوع حسابات تانية خالص يعني. ولكن هو في ماتش في الاول في الاخر بتلعب الجزائر، بتلعب زامبيا، عندهم لعيبه كويسه محترفين في انجلترا، الجزائر طبعا عندهم لعيبه مميزه. فانا شايف مباراتين مهمين واهمهم الجزائر، لان في نفس الليفل بتاعك عندك لعيبه مميزه في الجزائر، فانا شايف الماتش هيبقى صعب، ماتش كويس واستعداد كويس وقوي. يعني منتخب قادر ان هو يصعد للبطوله، يعني يقدر يفوز بالبطوله الافريقيه مش يصعد؟ انا شايف ان هو يعني اكيد في فرصه كويسه جدا ليه. انت بتتكلم في النادي المنتخب راح كاس امم افريقيا نهائي خسر ضربات جزاء، بتتكلم في برضه كان عنده فرصه كاس العالم انه يوصل وخسرنا بضربات الجزاء والفريق يعني هو واحد هو. لكن طبعا انا بتكلم على في غياب مهم جدا، احمد حجازي مهم جدا غيابه، الونش مهم جدا الاثنين يعني طبعا محمد عبد المنعم واحد من
يبقى هايل طبعا، لان هو خلي بالك هو لعب برضه هم متواجدين، ولكن دول كانوا عنصر اساسي قوي في خط الدفاع، كانوا مهمين جدا وبيكملوا الصوره او بيكملوا التيم اللي كان الشكل الدفاعي، الشكل الدفاعي وبيكملوا التيم اللي كانوا صعد نهائي كاس افريقيا وكان في فرصه ان يصعد كاس العالم، دورهم مهم جدا. ولكن اللعيبه اللي موجوده زي ما قلت في في لعيبه صغيره، في لعيبه انضمت ومشيت ورجعت، عنده قناعه بعض اللعيبه متواجده في الـ في الـ في المنتخب. ولكن يعني انا شايف وجهه نظري استعداد يبقى قوي، وعندنا لعيبه كويسه قادرة ان هي توصل كاس الامم الافريقيه والنهائي. تقييمك لفيتوريا ايه؟ انا شايف ان هو يعني لسه برضو ما نقدرش نحكم قوي عليه. هنحكم عليه بقى الماتشات الجايه ده، تصفيات كاس الامم الافريقيه. هنشوف الكواليتي اللعيبه اللي موجوده، هل مصمم على بعض اللعيبه وهي لسه مش فايقه مع المنتخب هتستمر. طيب تريزيجيه زي يعني تريزيجيه مثلا اكيد له دور كبير جدا مع المنتخب وعوده ليه كويسه. شايف ان اني كمان عودته مهمه جدا ان هو يكون متواجد مع المنتخب. هو بقى اختيار والتشكيل المناسب للمباراه اللي جايه دي لازم يبقى هو يعني عنده رؤية كبيرة ومتابع الناس في أوروبا والانسجام اللي موجود الناس المحليين مع الناس اللي هم محترفين في أوروبا، هل هيقدر وقادر أنه يعمل تشكيل مميز الفترة الجاية؟ ده اللي احنا هنشوفه، يعني محتاج وقت شوية نشوف ونحكم عليه يعني الفترة. أخيرا في مباراة زامبيا والجزائر، المنتخب قادر على الفوز على زامبيا وعلى الجزائر؟ يعني زامبيا يمكن أقل يعني كاتيجوري بي، لكن الجزائر كاتيجوري A بلس كمان. طبعا أنا شايف أنه هو قادر، اللعيبة اللي موجودة لعيبة مميزة جدا، لعيبة محترفة، عندها لعيبة كتير محترفة، اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس في الدوري، لعيبه النادي الاهلي لعيبه فايقه زي ما بيقولوا، فده برضو حاجه كويسه. سؤال برضو معلش يا امير قبل ما اقفل معاك مهم جدا، انا بالنسبه لي مش عارف ليه، يعني حتى كنت بسال السؤال ده امبارح، لماذا لا يوجد شغف جماهيري لرؤيه مباريات للمنتخب؟ يعني احنا شفنا مباراه مصر وتونس 10 تنفار اللي موجودين في الاستاد الدفاع الجوي، ومباراه مصر وتونس ايه؟ كل لعيبه تونس جامدين وكل حاجه، ومحمد صلاح وكذا، نفس الكلام، نفس الكلام. انا كنت يعني امبارح قالوا لي ان الكابتن خالد بيومي قال ان التذاكر خلصت. لا بتاعت الجزائر خلصت ولسه خلصانه النهارده، ولكن التذاكر بتاعت ماتش زامبيا ما خلصتش. ايه قله الشغف في ان انا اروح اتفرج على منتخب مصر؟ سبب ايه؟ انا بسال. بص هو مبدئيا المباراتين في الامارات، فالناس في الامارات اكيد بيبقى عندها شغف تشوف يعني منتخب ماتش اهلي ولا زمالك، بتبقى الدنيا فوق بعض بالظبط، والتذاكر بتخلص في يعني ما فيش. طبعا النادي الاهلي لما بيجي يلعب اكيد برضو يعني اكيد ليه جمهور كبير جدا، منتخب مصر المفروض يكون فيه جماهير اكبر، صح؟ لان طبعا تمثل بلد اهلي وزمالك واتحاد وكل الدنيا واسماعيلي. ولكن انا شايف من وجهه نظري ان الناس كلها مركزه على ماتش الجزائر، لان طبعا فريق الجزائر فريق كبير عنده لعيبه كبيره جدا، وهيشوفوا طبعا لعيبه المنتخب. الشغف من وجهه نظرك، الشغف عدم وجود الجماهير زي الاول، الفكره نفسها فين؟ في مصر ولا بره؟ في مصر. في مصر اكيد العنصر الامني اكيد مهم، يعني ليه دور. كان الامن فتح المجال ليه دور، ولكن ولكن يعني الناس يعني اللي بتروح كمان، خلي بالك كابتن اسلام، الناس اللي بتروح تتفرج على انا رحت، يعني انا لعبت وكان ورايا 120,000 متفرج وانا بلعب، ولما رحت وبتفرج زي الجمهور. الوضع مختلف، الوضع مختلف جدا. انا شايف الناس ما بروحش اتفرج على ماتشات، خلي بالك. لا رحت كتير مع النادي، رحت ماتش الرجاء ورحت الوداد ورحت نهائي كاس مصر مع بيراميدز. الوضع مختلف، ما بقاش زي الاول، جمهور بيروح فرحان بس كده، مش رخ فسحه، مش ان هو بيشجع فعلا من قلبه، لكن يعني اكيد جمهور النادي الاهلي مختلف. بتكلم على فقدان الشغف ان انا اروح اشجع منتخب مصر، دي بالنسبه لي قلقاني جدا. ممكن تكون الناس في الشغل كتير، خلي بالك كمان الفتره اللي جايه. خلي بالك يا كابتن اسلام، في الامارات برضو الناس يعني الناس مش سهل ان هي برضو تسيب شغلها وتروح، لان طبعا الناس هناك بتشتغل. وخلي بالك هم ماشيين زي نظام اوروبي شويه، يعني عندهم الاجازه جمعه شغالين في الامارات، جمعه وسبت شغالين. حد بيبقى اجازه، الناس يعني يوم الحد ده عشان صباح الاثنين بتلاقيه مش يقول لك لا انا اروح ليه واسهر واتفرج وبتاع، انا هنام بدري عشان عندي شغل. فدي برضو من ضمن الحسابات، ولكن
اتمنى ان الجمهور نشوف جمهور، لان فعلا مهم جدا. انت كلاعب وبتلعب ما فيش جمهور غيره، في جمهور. شفت ماتش الكونغو كان عامل ازاي؟ بتشوف مثلا ماتش غانا لسه كنت بتفرج عليه وانا جاي، ماتش قديم يعني، الاستاد ما فيهوش مكان. دلوقتي انت بتلعب جمهور قليل جدا، الناس كمان يعني بالها مشغول بحاجات تانية خالص، فبالتالي ما عندهمش يقول لك مش اولويه ان اروح استاد وخلاص هتفرج في البيت. الناس بقت عندها العصر اختلف. فانا شايف من وجهه نظري يعني الجمهور مهم جدا الفتره الجايه في مصر، لازم الناس تفتح شويه اكتر، الناس تروح، لان فعلا القيمه الحقيقيه للعيب كره قدم ما يقدرش يبدع الا في جمهور. انت بتشوف النهارده لما بيجي مثلا تتفرج على ماتش اهلي وزمالك، لا بتلاقي شويه جمهور بيعملوا حماس للعيبه، لو من غير بقى تبقى الدنيا بتبقى وشفناها قبل كده من فتره كبيره، من سنتين ثلاثه كان من غير جمهور، انت بتتكلم في ماتش ودي. صح. فالجمهور ليه دور كبير جدا، لازم يشوفوا، يبقى الناس عندها يعني حب انها تروح الاستاد، الناس تامن الناس كويس انها تروح الاستاد، الناس تبقى واقفه مع المنتخب. هنا لازم يبقى في تنسيق مع الامن بحيث ان انا افتح شويه للجمهور، لان الجمهور فعلا مهم جدا وجوده في المباريات، وكمان اكيد وجوده بره اكيد كده الناس حتى يعني مهم جدا وجودها، لان بنشوف ماتشات الاهلي الاستاد بيبقى متقفل، فما ينفعش منتخب مصر يكون بيلعب في ماتشات معينه وما لاقيش الاستاد. اتمنى ان احنا نشوف، لان انا الظاهره دي الحقيقه عامله لي يعني مش انا لوحدي، عدد كبير من المتابعين لكره القدم شايفين ان الظاهره دي مشكله كبيره مع منتخب مصر، ان شاء الله يجب ان يتم تلافيها خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا امير على وجودك معانا، وكالعاده بنستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن اسلام، انا سعيد معاك وكنت وحشني جدا، وانا طبعا ببقى سعيد وانا موجود في قناه الاهلي بيتي يعني. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. يعني طبعا دي كانت هي نهايه هذه الفقره ونهايه هذه الحلقه. ان شاء الله بكره اربع نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير.